السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأوقاتكم بكل خير، يسعدنا ويطيب لنا أن نجدد التحية واللقاء بكم في برنامجكم برنامج الريس الذي يأتيكم عبر قناة الريان الفضائية في تغطية مباشرة ومتابعة استثنائية لفعاليات المهرجان السنوي الكبير على شرف سيف سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. أشواط العمالقة حضر فيها العمالقة وتواجدوا في ميدان التحدي ناشرين رايات الفرح ورايات التحدي ومتعاهدين على الحفاظ على هذا الموروث العربي الأصيل، متمسكين بقيمهم ومحافظين على هذا الإرث لنقله إلى الأجيال القادمة وسط مشاركة كبيرة من أبناء الخليج وأيضا من الوفود العربية التي جاءت وحلت على هامش هذا المهرجان بدعوة من الاتحاد العربي لسباقات الهجن، حيث تابعنا في ميدان الشحانية منافسات طيبة شهدها الميدان على الفترتين الصباحية والمسائية، وشاهدنا أيضا منافسات اليوم النهائي من بطولة كرة اليد للهجانة التي أقيمت في الدوحة في نسخة استثنائية بمشاركة خليجية وعربية ودولية، كذلك بمشاركة المنتخب التركي والمنتخب الفرنسي وغيرها من المنتخبات التي حضرت وتنافست في هذا اليوم، حيث كانت المباراة النهائية اليوم بين المنتخبين الليبي والمنتخب العماني، منتخبين شقيقين، إلا أننا نتقدم بالتهنئة إلى المنتخب الليبي الشقيق على فوزه بالمركز الأول وتحقيقه للقب هذه البطولة، ونهني المنتخب العماني على لقب الوصافة. الحديث أكثر عن هذه المواضيع وغيرها أيضا، يسعدني أن أحيي الزملاء في الاستديو سهيل بن غراب وغانم بن رد الهاجري وراشد السعدي وفهد بن حباب وحامد النعيمي وحمد بن جرحب ومشاري اليامي ومبارك الشهواني، يا مرحبا بكم جميع وسعد الله مساكم. ونقول أبو نواف مبروك لكم وصافت بطولة كرة اليد للهجانة. الله يبارك فيكم محمد، دائما أسعد عليك وعلى أخواني المتواجدين على متابعة قناة الريان. نحن في البداية نتقدم بالشكر الجزيل للاتحاد القطري للجنة المنظمة لدورهم الرائد في المحافظة على التراث وإدخال أيضا فعاليات جديدة، من ضمن الفعاليات الجديدة اللي تابعناها هذا الأمسي كنت أنا حاضر على أرض الميدان أبو محمد لمتابعة فعاليات شيقة وممتازة منها كرة اليد على ظهور نبل، وكذلك أيضا ركوب واقف وفقرات أخرى نراهم من عام إلى عام يضيفون أشياء جميلة تجذب جماهير لهذا التراث، وأيضا نقله إلى عبر القنوات إلى كل الدول اللي تتابع هذا التراث الجميل. فشكرا للجنة المنظمة، دائما شهادتنا فيهم مجروحة اللي يقول الحق أنهم يقدمون كل شيء جميل، جزاك الله خير على التهنية. واليوم تابعنا المنتخب العماني كان بيودنا أنهم ينتزعون المركز الأول لكن ما راحت بعيد عند الأشقاء في ليبيا، كانت مباراة شيقة. حضر أبو نواف حضرنا علشان والله الأخوان التقينا بهم البارحة رئيس الوفد العماني، وما درينا أن هذه الفعاليات موجودة من البداية بهذا الحجم وهذا الرونق، ولا من أول يوم فوتنا. أنتوا بعد فوتوا ترى في فقرات شيقة أبو محمد وجذب وجماهير تحضر وتعليق وفي مثل ما تقول إثارة موجودة، فاستمتعنا فعلا. وبارك للمنتخب الليبي للمنتخب العماني أيضا حصول المنتخب الفلسطيني أعتقد المركز الثالث، هذه الفرق تعتبر أنها النخبة لأن البطولة عالمية فيها دولية. فرق عالمية. نعم أيضا نهنيكم أبو نواف أيضا بانطلاقة كأس الهجانة في سلطنة عمان الشقيقة، وأيضا نتمنى التوفيق للأخوة المنظمين هناك في عمان. جزاك الله خير وشكرك نعم اليوم استمتعنا أيضا بانطلاقة فعاليات كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم للهجن في أول يوم، كانت فترة الصباحية للحقائق الأشواط النقدية، فترة المسائية تابعنا أشواط أيضا لها رموز وسيارات، استمرت المنافسة، تقدم لهم بجزيل الشكر لدورهم الرائد أيضا في نشر التراث وتقديم الجوائز الثمينة لهذا النوع من الرياضات، كذلك أيضا نتقدم بالتهنئة للإخوان الذين حصلوا على رموز هذه الأمسية والسيارات وكل من حصل على نفسه ميدان الفليج. أهني كل الفائزين وعندي تهنئة خاصة لأخونا وزميلنا سعيد بن عامر البرطماني، اليوم
خذ سياره ابو صقر يستاهل يستاهل ابو صقر ما ادري انا ببارك لا لا فاز اليوم نهني مبارك يستاهل كان السباق منقول على الهواء وتابعوه الجميع نذكر مشاهدينا الكرام بان بامكانكم المشاركه معنا عبر وسم برنامج اندر سكور الريس اللي استقبال مشاركاتكم وايضا ما تقدمونه لنا من اضافه في هذا البرنامج. بنجرحب اليوم يوم ممتاز شاهدنا فيه شعارات العمالقه انجاز التعبير، بن غدير حقق الشوط الاول، بن حماد حقق شوط الزمول، عندك ايضا شعار المسند، شعار الهديفي حمد بن غانم، وايضا العميمي والمهندي احمد بن حسن بن ناصر وبن كليب، يعني صراحة شعارات كلها اليوم حضرت أحمد بن مطر بن ماجد مظفر بن خموشة، كل هذه الأسماء على سبيل المثال للحصر. والله فعلا يا أبو محمد الليلة شفنا شعارات تميز، شفنا توقيت لأول مرة نشوفها تسجل في مثل هذا اليوم. دائما الأشواط اللي تسبق الأيام، اليوم اللي يسبق يوم السيف ما عمرنا شفنا التوقيت الزمني اللي حضرت مثل حضور الليلة، لكن التوقيت حضر مع نوعية، يعني ما حضر التوقيت هذا من فراغ. شفنا الفترة الصباحية شعار المسند يسجل أفضل توقيت، شفنا الفترة المسائية شعار بن غدير يسجل أفضل توقيت على ظهر فبركة، فبركة هذا طبيعة اللي طالعة في الكادر اللي فوق حاليا على الشاشة، شوفها دائما مشاركة الناقة هذه، وهذه يمكن أكثر الشارع الرياضي متوقع أنه بيشوف الناقة هذه في السيف، ولكن في السيوف القادمة توقعها. السيوف القادمة الناقة هذه من أيام شفناها وصيفة سيف خادم الحرمين الشريفين في ميدان الجنادرية، شفنا أداء ركضها، هذه الناقة تعتبر من أخطر الهجن في أشواط السيف لأن طبيعة ركضها اندفاعتها في الشوط تخلي المشارك في قلق. شفناها الليلة أكيد ابن غدير هذا الشعار الكبير محضر أو عنده نوعيات في مستوى فبركة هو أفضل، بنشوفها تمثل هذا الشعار في يوم السيف. احنا نستعرض هذا الشوط ايضا ليشمل كل الاشواط اللي صارت في هذا اليوم، اعطني ابرز العناوين اللي شاهدتها في هذا ابرز اليوم. العناوين طال عمرك حضور شعار بن غدير الليله في هذا الشوط صراحه، والتوقيت الزمني، التوقيت الزمني حضر 12 و11 هذا افضل توقيت سجلت الليله في الثلاث مراكز الاولى، الناقه الاولى فبركه بشعار بن غدير، نوف بشعار بن مرخان، بيمه بشعار ناصر المسند، شفنا منافسة وشفنا توقيت زمني حضرت مع الثلاث، دليل أن الشوط قوي، دليل أن الشعارات مستعدة، هذا يخلي المتابع لديه ترقب لمثل هذه الأشواط، بالإضافة إلى الشعارات الأخرى. حتى شعار بالنصر شفنا حضر معنا في شوط الثنايا، شفنا حضر اليوم الفترة الصباحية، يعني كل الشعارات، شعار عبد الهادي بن خليل، شعار حتى من أقوى المرشحين في السيف بن حمدون، الحمدون شفناه اليوم في صلب المنافسة سواء كان فترة الصباحية أو فترة مسائية دائما، وهذا دليل إن شعار بن حمدون كذلك بيكون مع النوعيات المتواجدة في شوط الصيف إنه بيكون على الموعد. نعم، بن غراب اليوم منافسات طيبة وتوقيت ينبي على أن توقيت شوط الصيف أيضا سيكون بعد بهذه القوة. نعم، أنا هني أخوان الفائزين كلهم من عدير واللي فازوا كلهم الرب، وهذا الناقة هيبغى يبع لها الفوز ولا تسجيل التوقيت، ناقة وصيفة السيوف وما سيف العلا، يعني كم بنعد عنها، وسيف في رصيده، اقول في رصيده سيف العلا وكم ثاني على السيف، يعني الناقه هاي من بوش مصنفات من بوش السيوف، والربع اللي ركض بن مرخان طال عمرك والمسند وبن مايد وكلهم طال عمرك اللي شاركوا اليوم ومستعدين طال عمرك، واللي ظهروا من ركابهم يبين انه ان شاء الله اللي خافي اعظم للموجودات. نعم، بيكون نتيجة اخير من هذا البوش اللي شاركنا اليوم، وشفنا منافسه وشفنا ركض طيب، شفنا طال عمرك توقيت ما شاء الله 12 و11 بالنسبه لنا، وقامت راس وانهت الشوط راس، فهذا يدل على ان بوش بن غدير ان شاء الله مستعدات والحلال كله مستعد. نعم، كمحلل وتربط الامور، هل تتوقع ان ترى فبركه في سيف المرموم؟ يعلم الله انها تكون فيه، انها طعمك انا اتوقع انها تكون في سيف المرموم، التاتشي طريقه ركضها انها مهيئه لسيف مشاركتها لسيف المرموم. نعم، لان السيف هذا مهم عندهم الرب، ويحاولون يجيبونه، والناقه من اقوى المرشحات له. صحيح، نعم. ابو ذيب حضرت اليوم الشعارات التوقيت 12 و11 بدون استثناء، الكل مستعد لمواجهة ما بعد يوم الغد.
والله هذا نهنيهم الناموس كلهم. هذا شوط العمالقة من غدير وبن مرخان والمسند. شوط العمالقة وحضروا فيه العمالقة بداء طيب. اليوم طال عمرك شوط السيف طبعا لا يخفى على الجميع له نكهته الخاصة وله 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 جمهوره وله تعبه الخاص. والمشكلة مو بعد مو بالجمهور، الجمهور ترى الجمهور نوعية، بعضهم ما يرشح شعار مثلا بن حمدون لكن يرشح نجاح، ما يرشح شعار المسند لكن يرشح نجدين، تستقطبهم النوعية الأسماء. الأسماء تستقطب الجمهور هالحين في خاصة في السن هذا. صراحة شوط مرتقب جدا، يعني أنا لا أخفي عليك أن حتى المحللين واللي بيرشحون ضايع في ترشيحهم، ما فيه يعني شوف يمكن على رأس القائمة اللي هي نجاح ونجدين عاد الأسماء اللي موجودة أنا والله ما أدري عن العزوم. العزوم مصاحبة سيف، فالأسماء صراحة قوية ونوعيات، معا عندنا تحفظ على شوط السيف فيه نوعية غايبة، نوعية سيف لكن ما شفناها بالمشهد العامي. السنة هذه مستواها مهم مستواها المعهود، هل هي بتحضر تعوض الفارق اللي حصل اليوم يا أبو محمد؟ ولا يخفى على الجميع يمكن أصحاب السيارات أو الهجن رعيات السيايير قدهم يطمعون في المراكز الخمس في أشواط السيف، لأن النوعية القوية اللي حنا نشوفها في المشهد واللي يشار لها بالبنان إنها صاحبة نوعية سيف وحيل سيوف شفناها اليوم من بداية الموسم، يعني يحضرن أول ثاني ما غيب من المشهد لكن المراكز تدخلوا فيها الهجن أصحاب السيارات اللي صار لها مجال المنافسة، اللي يمكن لو النوعيات اللي أنا أقول لك غابت على المشهد كان يمكن يرجعوا للسيارات، لكن اليوم غياب نوعية تحضر نوعية ثانية ونتمنى لهم الناموس كلهم جميع. فهد من الآن أتابع في السوشيال ميديا في وسائل التواصل الاجتماعي عبر ناشطين التواصل مقابلات مع كبار الملاك حديث عن شوط السيف الخاص بأبناء القبائل الشوط العام، أسماء قوية أعتقد بأنه أقوى سيف بيكون في هذا الموسم في مهرجان سيدي سمو الأمير. هل توافقني الرأي في البداية عن أقوى مواجهة وأقوى سيف؟ بداية أنا سعد الله مساءكم بكل خير إخوان الحضور ومشاهدي الكرام عبر شاشات قناة الريان. أبو محمد اليوم الحديث في مجالس أهل الهجن في بين العزب مع أخواننا أصحاب التواصل الاجتماعي، اليوم السنابات للناس اللي عندهم حسابات مميزة، ولكن يا أبو محمد اليوم تتضح نوعا ما الرؤية من خلال مشاركة الحيل الخاصة بأشواط أبناء القبائل. في هذا المساء نشوف شعار ناصر بن عبد الله المسند، شعار الأنيق، يعني يبرز في هذا المساء مع الهجن. شفنا أخواننا المشاركين الآخرين بعضهم ما شارك أو حتى اللي شاركوا بعض النوعيات اللي عندهم ما ظهرت في الساحة، ولكن يبقى للسيف خصوصيته، يبقى للسيف نوعيته. هل هو أقوى سيف في هذا الموسم فهد؟ أتوقع يا أبو محمد أنه يعتبر من أقوى الأشواط نظراً لبروز هجن. من أقوى ولا أقوى؟ من الأقوى. لا أنا أقول لك هل هو أقوى مواجهة في هذا الموسم؟ أقول لك هي تعتبر من أقوى الأشواط اللي راح تكون موجودة، ولكن كقوة لكل سيف ولكل مهرجان له خصوصيته. صحيح. ولكن النوعية الموجودة المشاركة فيه تعتبر نوعيات مميزة. إحنا لو تكلمنا اليوم من تسيد على سيوف أبناء القبائل من خلال المشاركات في هذا العام هو شعار أحمد بن مطر بن ماجد وأنجاله من خلال نوعية الهجن المشاركة عندهم، ولكن هل النوعية هذه بتبرز الصبح ولا ما راح تبرز؟ احنا نتكلم عن بكل أريحية بكل صراحة شعار بن غدير اللي كان له تواجد خلال العام الماضي، السنة ما ظهر بالصورة المطلوبة من أجل متابعين هذا الشعار ومن أصحاب هذا الشعار ما شفناه ظهر بالصورة اللي الكل يتمناها. بروز شعار بن ماجد، كذلك شعار ناصر المسند اللي العام الماضي والسنوات اللي طافت كان له قوة نفوذ. شعار الجنرال عبد الهادي بن خليل مع اللي هي طعمك صاحبة الرمزين العام الماضي. شعار غانم بن منصور من خلال اقتناصه للرموز خارج ميدان الشحانية وتمثيله لأهل قطر أفضل تمثيل. ما إلى الآن نتكلم كرؤى
لهذا الشوط إلى الآن طعمك الكل متحفز الكل متحمس؟ من صاحب سيف سيدي سمو الأمير؟ هل ابن حمدون بيحافظ على امتلاكه للرموز أو لشواط السيوف هذا العام؟ هل ناصر المسند من خلال وجود النوعيات؟ هل عبير هادي بن خليل؟ هل شعار مغدير؟ هل شعار بن محمد سلطان مرخان؟ هل طال عمرك شعار طال عمرك اللي هو أخونا من المملكة العربية السعودية بيكون له تواجد؟ ما ندري يا أبو محمد، إلى الآن الرؤى غير واضحة، فنتمنى التوفيق للجميع. نفس السؤال حامد، على الورق وفي ظل وجود هذه الأسماء، هل هو أقوى سيف في هذا الموسم يجمع بين ملاك الهجن الخليجيين في الشحانية؟ والله شوف أبو محمد، السيف غالي وما يختلف عليه اثنين، السيف أمير البلاد والكل يطمع فيه، السيف السيوف اللي مرت بعد السيوف قوية، لكن ما نتكلم في غلط السيوف، كل السيوف غالية حامد. لا بس أنا أتكلم فنيا، شوف فنيا ما في مطية جديدة جاية اليوم داخلة في الشوط هذا، الحلال اللي موجود يعني إذا بتكلمنا عن شوط السيف، شوط السيف اللي شفناه في المأسس نقول نحن كان بدايته قوي وشفنا واللي حصلت عليه نجاح، يعني سيف مهرجان الأمير الوالد وقلنا من أصعب السيوف وحصلت عليه العزوم، العزوم يعني ما دخل شيء جديد عليهن، الجديد في الشوط هذا العزوم ونجاح في شوط واحد. بقول لك شو الجديد، سجل معك، العزوم تدخل مع نجاح وبالتالي قوة ضاربة، قوة ضاربة لشعار أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي، سجل معك غنابة حميد بن سعيد النيادي، سجل معك ذي الولين الفرج بن حمودة الظاهري، سجل معاك هذا نزل الكشف عندك ابو محمد. محمد لا الكشف معلن ابو محمد في ما شاء الله ما طلعناك ما طلعنا مروين اياه محمد بن علي بن حليس العبادي نعم ابو محمد هلا الشوط هذا هو اصعب شوط سيف وانا اقول لك ليش انا اقول لك شوط من غراب يقول اقوى شوط من صعوبته ابو محمد او من احساس المشاركين بصعوبته ان ابن حمدون شارك بناقتين نعم. هو يتمنى ان الناقتين هذه ما يدخل مع بعض لو امنيته ما يدخل ثنتين لكن احساسه بخطورة الشوط نعم. صعوب المرحلة عليه وعلى المنافسين دخل ناقتين لأنه لو تسأل الحين بيقول لك أنا والله لو علي أنا أتمنى نجاح صح محبوبة الجمهور نعم بالغراب ولكن في الثنتين ايش تقول قبل قلت قبل شيء هذا السيف أصعب سيف وأقوى سيف نعم. أقوى سيف في هالموسم حتى الآن في هالموسم نعم تفضل أبو محمد شوف له هو أصعب سيف ومثل ما تكلمه وشعار بن حمودة شعار سعاد حميد سعيد النيادي في أسماء جديدة لكن لو في أسماء جديدة وما تكون نوعية مثل النوعية اللي شاهدناها اللي هو حلال أحمد مطر مايد النقاط ذيلة اللي هي نجاح والعزوم فارقات يعني فارق ركضهن يمكن مضمرينهن يمكن ما استغلوهن الاستغلال اللي هم اللي يبغونه في بداية الموسم المهرجان المؤسس أو المهرجان الأمير الوالد شوف المهرجان هذا يختلف المطية في كامل جهوزيته المطية خلاص يعني يبغون منها السيف هذا اللي هي نجاح واللي هي العزوم فأنا أقول الحلال كله طيب ونوعيات الحلال اللي شاركت نوعية طيبة وما في اسم جديد بيم الظلام بيدخل بالشوط هذا أكيد وبيحصل على أكيد السيف كلا لكن الحلال مستويات صايد الرموز بثنتين بالضبي والثانية ناصر يعني المسند ناصر المسند بأربع عبدالله العيدة نعم عبدالله العيدة داخل بثنتين عبدالله المسند من أقول نعم المرشحين ناصر المسند ناصر المسند نعم بصيب مبارك هذا الشوط كيف تراه بحكم متابعتك للأشواط في الشحانية مر علينا سيف المؤسس مر علينا سيف الأمير الوالد سيف سمو الأمير فنيا كيف يراه بنت رحيب محمد أنا أيدك أن هذا أقوى شوط السنة هذه الهجن اللي فيه ما أخذ السيوف من قبل متواجدة فيه مع الهجن الموجودة مع في نفس مسجلة نفس الشوط في وجهة نظري أنا سيوف المهرجانات القادمة سواء في دبي ولا في الوثبة اللي بتاخذ السيف هي مطية مشاركة في هذا الشوط وين ما تروح بتاخذ السيف سواء سبقت ولا ثاني ولا ثالث ما راح يطلع السيف من الأسامي الموجودة في الشوط هذا سيوف الخليج أتكلم إذا تكلمنا هجن بن غدير شفنا اليوم التوقيت مع فبركة وعنده شرح وإذا بنتكلم عن هجن ناصر المسند وبن غدير اليوم مؤشر تحذير ترى من 10-11 أعطاهم رسالة صريحة يعني هجن ناصر المسند اليوم حقق 8 نقاط ما شاء الله اربع الفتره الصباحيه الفتره الفتره المسائيه ما شاء الله من غير ثاني وثالث في جميع الاشواط ما ظهر من الثلاث مراكز هذا يدل ان هجن ناصر في المهرجان هذا انها استعدادها يعني على اخر استعداد وافضل من ظهورها في المهرجانات السابقه ما ظهرت الموسم هذا ما ظهرت هجن ناصر مثل ما ظهرت اليوم ظهرت نجدين فقط نجدين جايه من جاهزه من الطائف لكن هجنها اللي مقيضها في قطر اول ظهور لها احنا لاحظنا في مهرجان المؤسس
شارك بنجدين نعم في مهرجان سمو الامير الوالد نجدين وساسكو او نجدين ومع ناقه ثانيه نجدين والمعونه. المهرجان هذا دخل بهجن ما شارك في شوط السيف لانه يوم شاف اجهزه تقدر شوط السيف قدمها. احنا اليوم شفنا هجن ما سبقت السنه مراضيها طيب لكن ما شفناها السنه. حضارت اليوم حضور طيب وسجلت توقيت ممتازه افضل توقيت فتره الصباحيه عنده. العصر جاب 12-16 12-17 يعني هجنه كلها وتوصل خط النهايه مرتاحه. ولو طلب منها زود بعين عندها زود. وهذا مؤشر تحذيري من ناصر المسند. نعم ناصر المسند بكره من اخطر المرشحين. احنا كنا نقول قبل من 70 الى 80 شوط النجاح. الحين ناصر المسند هو اخطر واحد على السيف بظل وجود نجاح. يظل ناصر المسند هو الخطير على اداء هجنها اليوم. نجدين شفناه في مهرجان الامير ولد حلت وصيفه العزوم مره قريب منها ولا ركضها في باقي المهرجانات. اعاد تهيئه نجدين لانها جايه من مقيض ولا ريحها. شاركت في اكثر المهرجانات. في اكثر المهرجانات عقب هذه الراحه اللي جاتها. هل نجدين بتجيب مستوى اقوى من مستواها اللي قبل؟ شو تتوقع انت؟ تجيب مستوى اقوى من مستواها اللي قبل. نجدين من اشرس الحلال ومن افضل حلال كغاره. صحيح. غاره في الشوط. نعم وناقه اثبتت بانها من الصفقات الناجحه للامير نعم من خلال النتائج اللي سجلتها في مشاركاتها. ابو يام اليوم والبارحه انت اخر من يجيب، بكره انت اول من ننطلق معه في هذه الحلقه. لا ابو يام وانا صراحه من الناس اللي اعتز فيهم صراحه ابو يام في برنامج الرئيس. انت واخوانك الموجودين كلكم ما غير قصور. ابو يام اذا تكلمنا عن هذا الشوط طبعا كل السيوف وكل المهرجانات هي محل تقدير ومحل اعتزاز بالنسبه لي وبالنسبه لكل مالك هجن. هذا مهم ولكن لازم. الفوارق الفنيه موجوده. اي لازم موجوده. هل هذا السيف الخاص بأبناء القبائل هذا السيف العام تسميته هو شوط عام؟ نعم. هل هذا الشوط العام والسيف الفضي في مهرجان أمير قطر هو السيف الأقوى في هذا الموسم حتى الآن؟ أتكلم على الورق أبو محمد. شوف من بداية الموسم يعني خلنا نقول من مهرجان المؤسس كان ابن حمدون هو اللي دائما مرشح، فالكل يحاول أنه يحصل على المركز الأول في وجود هجن بن حمدون. يعني شفناه في المؤسس خذ السيف، في الامير الوالد خذ السيف، في الكويت خذ السيف، في مهرجان الشيخ محمد بن زايد خذ السيف بهجن موسى الموسى. في الرياض في مهرجان الملك سلمان ايضا خذ السيف بقيادته بهجن موسى الموسى. يعني تقريبا هو حصل على 5 سيوف في هذا الموسم. السيف هذا طال عمرك. الفارق الوحيد وجود العزوم مع نجاح في هذا الشوط اللي عطت الشوط إثارة حقيقة يعني، وعطت الشوط أيضا بالنسبة لنا نعم. أن هذا الشوط صعب. كذلك كل الملاك يبغون يكسرون القاعدة. اليوم ابن حمدون في الموسم هذا حط له قاعدة أنه صاحب السيوف. كل مالك ومشارك في السيف يبغى يكسر هذه القاعدة، أن ابن حمدون أيضا يحقق يعني يكسر هذا التنافس أنه يحقق سيف سواء من الملاك القطريين أو من الملاك الإماراتيين أو من العمانيين أو اللي مشاركين بشكل عام. لكن ورقيا السيف عند ابن حمدون كمعطيات حقيقه يعني. ومحمد سواء في وجود نجاح والعزوم، هو وضع ابن حمدون وضع العزوم مع نجاح، مو بكل ثقه في نجاح لا، ولكن يبغى ايش يثبت يعني، يقول خلينا نقول يبغى يقول 100% السيف عندي. يعني لو نجاح مختله العزوم موجوده، لو العزوم مختله نجاح موجوده. حد اشتغل على نجاح العزوم الآن المشاركين في حيرة، هل يشتغلون على نجاح؟ يشتغلون على العزوم؟ يشتغلون على الثنتين؟ كيف الخطة؟ الحين هو يبغى يلخبط الأوراق. لكن في مؤشر بسيط ضد ابن حمدون. ابن حمدون هجنه اليوم أداها متوسط. كذلك في السن اللي شفت شعاره هجنه أداها يا هل هو متعمد؟ إنه يعني مخلي الهجن تركض على راحتها وتجيب أرقام رابع خامس ثالث، لأن الهجن هذه شفناها في الأمير الوالد حققت نتائج ترى في سن الثنايا وفي سن الحيل ايضا، شفنا له هجن ركضت وسبقت بريحيه، اليوم نافست منافسه ثالث رابع خامس بعض الاشواط ما سوت شيء، فهذا ايضا مؤشر غير مطمئن لجمهور ابن حمدون. نعم انا صراحه ابو يام في لما تكلمت قبل شوي على 5 سيوف اوجه تحيه صراحه لانبار اللي احمد بن مطر بن ماجد وعياله كلهم. التحيه على انتزاع على 5 سيوف في هذا الموسم. وهذا امر مو بسهل. لا. ان مالك يحقق 5 سيوف في موسم واحد. التحيه الثانيه انه اعطى ايضا افضل ما لديه في هذا الشوط، قدم نجاح
ويقدم العزوم. وهذا ايضا يعطي الشوط حماس حماس ويعطيه اثاره ايضا مطلقه. ابو نواف طلبت المداخله. نعم ابو محمد، بالنسبه لسؤالك ومداخله اخوان فيه، فعلا السيف هذا قوي وما يعزز مكانه السيف وقوته وجود اكثر من 10 اسماء في رصيدها سيوف. لو نستعرض، نحن ما اطلعنا على القائمه كامل صح. للامانه، لكن نعرف اللي نعرف عند بن حمدو ثنتين امهات سيوف، نعرف اللي طول عمرك اغناضه رعية سيف، سيف جائزة زايد الكبرى. نعرف ناقة عند بندري رعية سيف، نعرف اللي طول عمرك ناقة غانم من منصور، ناقة غانم منصور رعية سيف، سيفين ناقة بن سبعين، ناقة بن سبعين ما ندري لا لا مين موجود. حمد بن راهد بغدير عندهم امهات سيوف اكيد، شيء من اللي ماخذات قبل شوف شيء متواجد في الشوط ما نعرف الاسماء. شرح موجود، شرح موجودات، شرح وكذلك نجدين رعية سيف، كذلك أيضا فيفا زريق، فيفا زريق جايينهم ناصر عبد الهادي، كذلك محمد بن سلطان مرخان عنده ثنتين مهات سيوف وثلاث أكيد شيء منهم متواجد. يعني الشوط هذا فيه أكثر من 11 ناقة يمكن في 20 سيف الشوط. ناقة بن قريع صاحبة أيضا منافسات، ورمز تبوك منصورة، منصورة يعتبر كاسها سيف، كاس يعتبر. فكل الأسماء يا أبو محمد الشوط شايك وما يرفع مكانته، تواجد 10 الأسماء مهات السيوف متواجدات وأكثر منهن في هذا الشوط. لما نطلع بعد بكرة يمكن تراوينا القائمة كامل، بنستعرض مهات السيوف كامل وبنعرف اللي في رصيدهن سيوف واللي في رصيدهن أيضا شلافي من أعوام سابقة. نعم منافسات، وكذلك أيضا اللي عندهن شلافي وعندهن رموز العمانيات متواجدات في هذا الشوط. فالشوط فعلا قوي بكل ما تعني الكلمة معنى. ولما تحضر هذه النوعيات ويكون التنافس بين مهات سيوف وماضي عريق، تثبت المطية الأقدر. وبن حمدو مثل ما شرت تعزيزا لمكانة هذا السيف، دفع بنتين كلهم رصيدهن ناقة نجاح عندها سيفين هذا العام، والعزوم عندها سيف وعندها شلفة العمانيات، كلهن إنجاز قريب ودفع ابن بهذا السيف، دليل على مكانة السيف وقوته. بالنسبة لنجاح، نجاح أركضها في الكويت وهو كان يبغي أختها تأخذ السيف، لكن ناقة هادي بن خليل تجاوزت الحدود عليه، واللي يظنها اسمها الواري ولا لها اسم، كان يبغيها لكن طلب من نجاح، إذا طلبه من نجاح ذاك اليوم ما سبب لها خلة، ما سبب، لأنها طلبها وأظهرها يوم شاف أختها ما عجزت في السيف وناقة هادي راحت. هو كان نجاح مهيب الرجال بها تدور، لكن طلب من نجاح يوم شاف أختها ما عاد فيها حيلة تلحق ناقة هادي، طلب منها. إذا نجاح تعدت المرحلة هذه، إذا المركاض هذا ما سبب لها ضرر، نجاح تعدت تبقى نجاح. تبقى نجاح من أقوى المصنفات، ويمكن في رأس القائمة نقدر نسجلها في رأس القائمة رقم واحد في المرشحات. لكن الناقة ترى طلب منها وضربت ولحقت الناقة، هو ما كان، إحنا نشوف المشهد، كان يبي أختها تأخذ السيف، كان بيظهر رعية سيف ثالثة باسمه هو، غير العزوم وغير نجاح وحق مشروع له وغير زاخر، وغير آخر باسم رعيها باسم الموسى، لكن أقول لك باسمه هو. لكن يوم شاف نجاح ما اسمه ناقته ما قدرت في ناقة هادي، وناقة هادي راحت للسيف، طلب من نجاح، وشفنا نجاح أداها اللي حنا نعرفه. لكن أنا أقول لك مشهد رياضي يحل له، مو بوذي بالحالة الشارع الرياضي كافة، هل يقول وعندهم تساؤل، لو تسأل الناس كلهم، هل نجاح تجاوز المرحلة هذه، مرحلة مركضها في الكويت، وانها ما اثر عليها الطلب المباشر هذا واللحوق والاوامر المباشره، وهي ان شاء الله انها من الطيبات وجعلها ان شاء الله طيبه ولا تشوف شر. ابشرك راعيها متقوي عندي من يومين، ويشكر فالها ويقول ابشرك امورها طيبه عقب ما تقول ان شاء الله طيبه، ان شاء الله طيبه. والطيب طال عمرك ذلول الطيبه مثل الرجال. لا بس انا هذا مو وجهه نظر ابو ذي بالحاله، هذا وجهه نظر التسارع بودهم طال عمرك ان الطيب كله سواها بهيمه ولا رجال شروا من عندي ما يلحقهم ولا العلوم الطيبة إن شاء الله. ومحمد وحنا نستعرض مهات السيوف، ما ذكرنا يمكن مطايا ثنتين عند فري بن حمودة بعد ما خلصت، لا ذكرنا زريق وزريق ودانات، زريق ما يسجل. حامد اليوم حضرت شعارات ومواجهتهم بعد بكرة في السيف، هل أنتم كمحللين تربطون بين نتائج اليوم وقبلة الهجن مع الموعد بعد بكرة، مع العلم أن هناك 48 ساعة فارق زمني وهناك ايضا فارق في النوعيات كذلك؟ شوف ابو محمد، ما تقدر تربط، اذا انت اليوم مركض وركض السي اللي متركض اليوم تاريخ 4 صح، ومركضك الثاني تاريخ 6، في مساحه طويله اللي هو بتاريخ 5 وتاريخ 6 وتاريخ 6 بعد الفتره المسائيه صحيح، فما تقدر يعني تربطه. وفي حال النوعيات، الحالات يمكن تركض اليوم في الفتره الصباحيه المسائيه
حلالك ما يؤدي اللي انت تبغيه، لكن لان ما في نوعيه تقدر تاخذ اشواط. اشواط اليوم اللي هن اشواط السيارات هذه مش اشواط عاديه تعتبر يعني أكيد. اشواط يعني شوف التواقيت اللي حضرت اليوم 12 و11 يعني مصنفات اللي بيها 5-6 سنين ياخذون السيوف اللي بالتواقيت هذه. نعم. فاليوم التواقيت قويه، الاشواط هذه قويه، ما تاخذ الشوط هذا الا مطيع يعني دايم تنافس في الرموز، رابع خامس سادس في الرموز تقدر تاخذ شوط السياره. فحتى في هجن اصحاب السمو الشيوخ يركضون بكره يعني بعد معشرهم مثل معشر هجن ابناء القبائل، يعني بعد عندهم يومين فتختلف. انت بعض الاحيان تركض الصبح وحلالك ينافس ياخذ له سياره سيارتين، العصر تشوفه افضل يعني لو ما كان مستواك الصبح طيب، لكن نوعيه الحلال اللي عندك تكون فارقه في اشواط الرموز. نعم. الاثاره بو سلطان اللي تسبق شوط سيف الجماعه اثاره ما عشتها انا في مهرجان المؤسس ولا في مهرجان الامير واد. خلني بحصر الكلام على المهرجانات اللي عندنا في الشحانيه. اثاره صراحه كل عزبه ترشح وكل عزبه تتساءل، المجالس فيها يرشحون فلانه وفلانه، فاثاره كبيره جدا تسبق قبل ذلك الموعد المنتظر. ابو محمد شوف الشوف كل صارت في دول مجلس التعاون شوف قويه وشوف ما يستهان بها وفيها الشابر اقوى، لكن البوش اللي يتمعن في السيف هذا ما فترقن الحين، ما هي السيف يمعن السيف هذا كلها رباعه، هذا اللي يبين قوه الشوط هذا وقوه المنافسه اللي بتكون فيه. ان طعمك الحلال ما شيء ركب يم صح، واللي مركب طعمك في الشوف ولا الشوف كلها شوف تحمل اسامي قويه وتحمل طعمك مكانات طيبه وهجن طيبه ركن فيها وسوق لنا وكفوا لها. لكن بالنسبه لاجتماع البوش في الشوط هذا انا اشوف هذا الشوط من اقوى الاشواط اللي قد شفت مرن علي في شوط الشوب. نعم. ومثل اللي تشوفه في تاريخك ابو سلطان هذا اقوى شوط هذا الشوط في تاريخك كله اجتمع البوش فيه. نعم. بوش بس ابن القبائل. نعم. بوش ما قد اجتمع هذا البوش صح في مثل الشوط هذا الشوط يعني. تدري حسب نواف اكثر من 12 سيف. وبعد يمكن يوم بعد يمكن اكثر. اكثر ها؟ اي نعم. نعم. يعني اذا نقولوا عن سهيل بن غراب بان في تاريخه لم يشهد على الورق اسماء تشارك في هذا الشوط كانجازات وكاسماء في الشعب. الشعب نعم. في سيف الجماعه نقولوا هذا الكلام عن ابن غراب. ومن ابن غراب نروح الى التتويج اللي كان اليوم في او قبل التتويج نشوف نتائج اليوم. اعطوني نتائج الفترتين الصباحيه والمسائيه وبعدها التتويج. إذن مشاهدين الكرام نتابع الآن معكم مراسم التتويج بعد أن أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات الهجن نتائج الفحوصات، ومن أجل إعطاء كل ذي حق حقه جاءت مراسم التتويج في هذا اليوم من السيد عبد الله بن محمد الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. وهنا الشلفة الفضية لأبعاد لحمد بن محمد بن عبد الهادي الهيضة اللي نهنيه على فوز أبعاد. هنا محمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان يستلم الشلفة أو الخنجر الفضي خنجر شهاب. مبارك لبن ضرمان محمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان جار الله وحمد وجار الله وحمد على تتويجهم مع شهاب. وقبلها نهني بن هيضة هنا بيشان فهيد بن محمد بن بيشان العجمي وأخوانه بيشان بن محمد وسعود أيضا في استلامهم للشلفة الفضية لوحيشة في شوط الحقائق البكار الإنتاج. هنا فهيد بن محمد بن بيشان يرفع الشلفة عاليا. وهنا سلطان بن علي بن ميرين الكتبي يستلم الخنجر الفضي لملفت الذي ألفت الأنظار في تحدي أشواط أو شوط الحقائق القعدان الإنتاج. نقول ألف مبروك
للشاعر سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين الكتبي وإنجاله وإخوانه وربعه على هذا الفوز اللي جاء من خلال ملفت اللي أبدع في ميدان التحدي. هنا خليفة بن عبد الله بن خليفة أو خليفة بن عبد الله بن علي. لا خليفة بن عبد الله بن علي العطية وأيضا خليفة بن عبد الله بن علي العطية ومنصور بن عبد الله بن علي العطية وأنجالهم الكرام أيضا علي بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية يستلمون الشلفة الفضية لكحل التي تألقت تألق استثنائي. نقول ألف مبروك للعطية على هذا الفوز خليفة بن عبد الله وإخوانه وإلى عبد الله بن علي العطية والدهم الكريم. هنا فيحان بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد اللي أبدع مع مبدع ونقل السلامات إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية. نقول ألف مبروك لك يا أبو ظافر هذا التألق وشعارك أيضا من أقوى الشعارات وجعل فيها العافية. هنا يتقدم زيد بن محسن بن ديلة ليستلم الشلفة الفضية في شوط اللقايه بكار العمانيات شلفة من حاف. نقول ألف مبروك لمالك من حاف حمد بن سالم أبو فريح عيال ناصر وطلاق عيال حمد بن فريح ناصر وطلال. ونعم ناصر وطلال عيال حمد بن سالم بن فريح. هنا الخنجر الفضي اللي قايل قعدان العمانيات خنجر مبعد بخيت بن ناصر بن نوبي العامري. نقول ألف مبروك يا بن نوبي هذا الفوز وهذا التألق مع مبعد اللي يبعد وحقق الناموس. هنا السيد بخيت بن حمد بن محمد بن هاشل المري الذي قدم سمحة في شوط اللقاية بكار الإنتاج سمحة تألقت وكانت على الموعد. نقول ألف مبروك يا بن هاشل هذا التألق والسلامات أيضا لهل سويحان. نقول ألف مبروك يا بن هاشل هذا التألق وهذا التميز. هنا سيف بن ماجد بن سيف بن طماش المنصوري. نقول ألف مبروك يا راعي رياض اللي قدم الأداء الممتاز في شوط اللقاية القعدان الإنتاج وبن طماش يقدم لنا هذه الماركة الأصيلة في شوط اللقاية القعدان الإنتاج وألف مبروك. هنا أحمد بن محمد بن دغاش العامري يستلم الشلفة بعد نتائج الفحوصات شلفة الشعلة. نقول ألف مبروك للوالد دغاش بن محمد العامري وإلى أنجاله الكرام محمد وباقي الربع على فوز الشعلة. الآن التتويج لسالم بن فهيد بن براك آل زبدان الخنجر الفضي لثاعي براك بن فهيد وأيضا والده الكريم براك أخوه براك أو أخوه براك بن فهيد بن براك ألف مبروك على فوز ثاعي لسالم بن فهيد بن براك. هنا أيضا الزرعي مبارك بن سعيد الزرعي يستلم الشلفة والخنجر لرحاب ومياس. نقول ألف مبروك. هنا أيضا بن غدير يستلم الشلفة الفضية لدوشة التي حضرت. وهنا أيضا راشد بن محمد بن راشد بن غدير الكتبي. نقول ألف مبروك للغدير وإلى محمد بن راشد وأخوانه على فوز دوشة وانتزاحها للشلفة الفضية للإنتاج. هنا السيد جابر بن سالم بن سعيد الجربوعي بن مهيرة يستلم الخنجر الفضي لعفرين. نقول ألف ألف مبروك لمالك عفرين جابر بن سالم سعيد الجربوعي على هذا التألق. وهنا أيضا الخنجر الفضي لبن منانة بن سعيد بن منانة هذا استلامه للخنجر في مهرجان الأمير الوالد. نقول ألف مبروك للمتحدي سالم سعيد بن منانة. وهنا أيضا نتائج الأشواط التراثية هنا على الصعاق في استلام جوائزهم 100,000 ريال. نقول ألف مبروك. وهنا أيضا آل غدير اللي فازوا في الشوط الخليجي مع الحبابي سعود بن محمد بن مصلح. نقول ألف مبروك أعتقد البعير من آل غدير. نعم ألف مبروك لآل غدير وألف مبروك لبن مصلح على هذا التألق. نشوف الآن مقابلة مع أحمد بن محمد بن دغاش مالك الشعلة المتوجة بناموس الشوط الرئيسي للجذاع البكار المفتوح بعد نتائج الفحص وكذلك مقابلة مع سالم بن سعيد بن منانة الكتبي بعد فوزه مع دلهام بالشوط الرئيسي الخاص بالقعدان في مهرجان سيد الأمير الوالد بعد نتائج الفحص. وهذا من باب إعطاء كل ذي حق حقه نقدمهم لكم في مقابلات خاصة في برنامجكم برنامج الرئيس. أحمد بن محمد بن دغاش العامري تستاهل
فوز الشعلة بعد نتائج الفحص وانتزاعك للشلفة والمليون ونص؟ الحمد لله على التوفيق، اللهم لك الحمد. نعم. الحمد لله. نعم، وش سلالتها وانجازاتها قبل هذا الشوط؟ والله سلالتها السليماني العاصفة، وانجازاتها جاي ثاني في الوالد الفترة الصباحية على السيارة، وجاي ثاني في الفترة المسائية العصر في الكبرى. الحمد لله حصلت على الشلفة في اختامي. نعم. وكذلك شعورك الليلة وانت تتوج وتكرم مع الفائزين، اكيد شعور كبير الليلة وشعور لا يوصف. الحمد لله، الحمد لله، شعور اي واحد ما هذا رمز، شعور لا يوصف، اللهم لك الحمد. سالم بن سعيد بن منانة، الف مبروك فوز دلهام. الله يبارك في حياتك. اي نعم، دلهام بالانتاج في مهرجان الامير الوالد، وتكرم في هذا المهرجان. والله هذه الصراحة طريقة من احسن الطرق، يعني الحين انا لو تريت النتيجة وصرت الامارات وتقول لي تعال استلم، بخلي حد من ربعنا يستلم، بس القرار اللي سواه انه يستلم بعد الرموز هذا مالك مطيف المركاض هذا، لان المهرجان هذا ما بعد مهرجان، مهرجان بيستوي ختامي المرمى وختامي الوثبة، ما في انسان بيتعنى سواء سعودي ولا اماراتي ولا عماني، فيوم استوت فحوصات واستوت تسليم هذا، هذه بحد ذاته يعني فخر لنا احنا نستلم في مهرجان اخر مهرجان. تستاهل النصيب خير. النصيب يجي. هذا ابو القعود له قصه لو تعطينيها باختصار، يعني ابو القعود مثل ما جاب الرمز ابوه بعد له قصه. شريته طال عمرك وهو مريض. نعم. عند جابر بن قطي. نعم. وكان من طريقه حمد ولده. واقول له بشتري، يقول لي قال سالم بعير مريض بيموت، بعير مريض، قلت انا بشتري حظي. ولا طايبه عيني، يعني دخلنا عليه واسطه شخصين. علشان تعبان القعود. عشان تعبان ابي بانيه، وهو ما يبغى يتلون فيه باكر يموت وانا شارنه. وشريته والله هو مريض وعاش الحمد لله، وركضنا خلال السيارة لقي أبوه ومرض ثاني مرة، وفكيناه وجذع سبق هني كسرتين واشتروا الشحانية، وانت عقب ورديت شريته من المزاد، من مزاد الشحانية جاب القعود هذا اللي خذ الرمز. القعود هذا يا بالرمز يا بكر العام خذت مجسم في الوثبة. هذا برك الشريات ان شاء الله. اشكر الله، اشكر الله على النعم. تستاهل النواميس اللي صارت في هذا المهرجان. تستاهل خير وعافية، طول عمرك. سعيد مشارك في السيف ولا في يوم الختام ولا لا؟ مشارك ان شاء الله في الشلفة الانتاج وشلفة المحليات. بس السيف ما عندك شيء؟ ما عندي شيء في السيف. بنشوف شعار متحدي في السيف قريب. المهرجان قريب ان شاء الله. العام هذا ان شاء الله؟ المهرجان هذا قد خلص ان شاء الله، المهرجانات الجاية ان شاء الله. إذن مشاهدين الكرام، شكرا لأحمد محمد بن دغاش وسالم بن سعيد بن منانة. قبل ما نطلع الفاصل ودنا نستعرض المباراة النهائية اللي اليوم صارت في الشحانية بين المنتخب العماني الشقيق ضد شقيقه المنتخب الليبي في مباراة نهائية جرى تنظيمها تحت مظلة الاتحاد العربي لسباقات الهجن، هذا الاتحاد الذي يرأسه السيد عبد الله بن محمد الكواري وهو نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن هنا في دولة قطر. مباراة كانت ممتعة ومباراة مميزة. أبو نواف كلمني اليوم عن ما رأيت في هذه المباراة بكل حيادية. نعم. أنت اليوم طرف ترى في المباراة النهائية المنتخب العماني. إيه نعم. نعم. أبو محمد أهم ما في الأمر اجتماع الوفود العربية ورؤساء الاتحادات العربية ورئيس الاتحاد العربي عبد الله الكواري وإخوانه جميع من حضر، كان المشهد تنافسي لحد كبير. ومحمد مباراة كانت شيقة، يمكن ما تفوق به المنتخب الليبي سرعة هجومهم اللي تابعناه الليلة وطريقة دفاعهم الجيد، بعد يدافعون بطريقة جيدة يهاجمون بسرعة ويدافعون ويمكن الهجن بعد تساعف بعض الأحيان، هذه على ظهور المهارة أهم شيء تكون بالهجن، هم ماهرين كل الفريقين لكن مهاره الهجين كانت يمكن على ما اتوقع انها اسعفتهم. زين انا شلون كلمني عن اللعبه فنيا، شلون تقطع الكوره؟ الكوره اذا طاحت هل تحسب فاول؟ اذا طاحت الكوره سقط على الفريق انتهت الهجمه، ياخذها الفريق اللي عقبه، هذا اللي تابعناه الليله. ترى ابو محمد يمكن نغلط الحكم اكثر يعرف، لكن اللي تابعته انا الليله وتصورته الكوره عند الفريق اللي يبتدي. نعم. شوف الحكم هذا اخونا المسيفري. نعم. اللي لابس الحين البرتقاليه هو حكم الساحه، حكم دولي ومعتمد. نعم نعم. الهجوم بالطريقه هذه ابو محمد شوفهم، في حارس مرمى واحد واثنين يهاجمون، في حاله الهجوم يهاجمون الثلاثه مع بعض، في حاله الدفاع يرجع واحد يكون في حراسه المرمى، وشاهدنا بعد ترى تصدى للكور اللي هو حارس المرمى، سواء تصدى هو ولا تصدى البعير بعد.
البعير بعد يكون موقف في الحركة. تصدى لها الحين. نعم تصدى البعير بعد الحركة، تحريك الحارس البعير في وراء أو قدام كذا بحركة تساعد بعض الأحيان. الهجوم كان طيب من الفريقين، لكن أنا أشوف مهارة يمكن الفريق كم النتيجة انتهت؟ 18-16 ها؟ 18-16 فرق هدفين. والمنتخب العماني كانوا مستعجلين، يمكن صغار سن بعد شوي أصغر، استعجالهم كان واضح، قدم لهم عذر ما الله لا يهدى. الأعمار واضحة، كانت أعمارهم أصغر وليبي مهارين. ترى من شروط المسابقة هذه أن الكرة ما تطول في يد اللاعب، لازم تخلص منه، لازم ما سكت يمسك لين ما يدخل اقول. واذا سقطت لازم يناول الكره لزميله. لا بعد في خطوط الكره ما تطول معه. بعد كم شخص تكون في هجمات ابو علي في خط مثل خط التماس ما تجاوز المطيه، ما تسجل من داخل التماس. شوف اول مباراه اقيمت لكره اليد على الهجن كانت في كاس العالم عندنا في العام الماضي 2022، وكانت فرق محليه او ممكن نتكلم عن فرق وديه داخليا في قطر. الحين والركاب هذا خاصه باللجنه، نشوف الرياضه عليها تطوير على تطور صح. كبير الحين نشوف منتخبات شاركت. لا بس الزمول هذه خاصه باللجنه ولا لا خاصه، هذه زمول تدرب اصلا بعض الركاب هذه مع الايام الجايه بتشوف المطيه مع الكره وين ما تروح الكره. ابو علي الليله بعد اثناء وجودنا عند اخ عبد الكواري رئيس الاتحاد العربي اطلعنا على طريقه اخرى ومسابقه اخرى يعملوها في موريتانيا حسب كلامه، مسابقه الرحيل سموها. نعم. كان في مسابقه فيها سرعه قمع الحطب، فيها سرعه شب الضوء، تعميل القهوه بسرعه، هذه بعرف لها للقلايل هذه، ويشاركون فيها على ما تصور رجل ومراه، يمكن المراه تسد الشاي والرجل يسد القهوه، وهي الطريقه اللي يكون اسرع الحطب في نفس الوقت اللي يبون يوزنونه بعد. نعم. يوزن من قبل الكميه الاكبر لهم وقت، اللي بيكون فايز له جوائز، فكلها جوائز تشجيعيه ابو محمد من يستاهلون الاخوان. نعم من الاتحاد العربي نشوف ايضا لحظات التكريم للفائزين في هذه البطولة التي أقيمت هنا في الشحانية على هامش المهرجان السنوي لمهرجان سيدي أمير البلاد المفدى، وهي البطولة الدولية الثالثة لكرة اليد للهجانة. هنا السيد أبو لغد رئيس الاتحاد الفلسطيني للهجن والمنتخب الفلسطيني الذي حقق الميداليات البرونزية، نقول ألف مبروك لمنتخب دولة فلسطين، ونسأل الله عز وجل أن ينصر أشقائنا في فلسطين والمرابطين هناك في غزة. هنا التتويج للمنتخب العماني الذي حقق وصافة البطولة الدولية الثالثة لكرة اليد للهجانة، نقول ألف مبروك للأشقاء في سلطنة عمان على تحقيقهم للميداليات الفضية، نقول ألف مبروك لمنتخب عمان الذي قدم أيضا أداء قوي في المباراة النهائية التي جمعته بشقيقه المنتخب الليبي، وبفارق هدفين استطاع المنتخب الليبي أن يحقق هذه البطولة. هنا يظهر السيد عبد الله محمد الكواري رئيس الاتحاد، وهنا أيضا الدكتور حزام بن ناصر بن مقارح أمين عام الاتحاد العربي لسباقات الهجن، وهنا منتخب ليبيا للهجانة لكرة اليد الهجانة يرفع هذه الكأس. هنا السيد مصطفى سالم حمادي رئيس الاتحاد الليبي للهجن والمنتخب الليبي الشقيق الذي انتزع لقب هذه البطولة الدولية الثالثة لكرة اليد للهجانة. من اللي بيمكن بيشارك في البطولة هذه يا الربع مبارك؟ ممكن تصلح يمكن تشارك انت. اشارك كلام مشاري بس والله منتخبكم خطير بيكون. لا الفكره جميله يا ابو محمد. الفكره طيبه. انا حكم ابغى حكم. الفكره طيبه. لا تركب انت حارس انت حارس مرمى. الفكره طيبه، يمكن مستقبلا نشوف فرق باسماء معينه صح. لان ما هي بصعبه هالشغله. الان في ليبيا يقول اشهرنا 12 نادي وفي صدد اشهار 20 نادي، يعني 8 انديه اضافيه لننتقي منهم منتخب يمثلنا في المشاركات الدولية مثل هذه المشاركة، ولو دعمت بجوائز قيمة تأكد أن يمكن في عزب تؤسس أفرقة. صحيح، لأن الشباب ما شاء الله يركبون والهجم متوفرة والقوانين والقوانين واضحة. نعم ففكرة جميلة جدا. نعم حمد تقول عندنا عندنا هذه على طول في الشباب القائمين عليها على الرياضة هذه، طبعا أكيد باهتمام متابعة من الاتحاد العربي للهجن المهاري، في متابعة مستمرة مشاركة، وحتى في اليوم الرياضي اليوم الرياضي مارسوا اللعبة هاي، دليلنا صحيح بالنسبة لهم يعني من 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 اهتمامهم المشاركة في هذه، وفي تطوير مستمر. نعم. الحين نشوف
احنا طبعا نتمنى كان المنتخب القطري كان قوي، نتمنى فيه شباب قطريين اعرفهم، لكن يمكن صار عندهم ظروف ما ندري عنها. صحيح. لكن يوم من الايام بيكون المنتخب القطري يوم من الايام ان شاء الله في التتويج. نعم. هو خلونا نروح المنتخب القطري كان. نعم. خلونا نروح نشوف العزبه، وبعد العزبه نطلع الفاصل. هذه الزياره قمنا بها وقام بها الزميل محمد بن بريك المري الى عزبه عامر بن محمد بن زايد المنصوري، ونقول يا مرحبا بك ابو محمد، وسعيدين بمشاركتكم وبمشاركه كل الاشقاء هنا في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع. نتابع هذه الفقره وناخذكم الى فاصل، نعود من بعده لمواصله هذه الحلقه في برنامج الرئيس. حياكم الله مشاهدينا الاعزاء في ليالي المهرجان. الليله نستضيف شعار حصد الكثير والكثير من الرموز، شعار الإعصار الغربي، وضيفنا في هذا المساء عامر بن عفصان المنصوري الحاضر لهذا المهرجان. نشوف استعدادات عامر لما تبقى من أيام في هذا المهرجان. مرحبا ومسهلا. يا مرحبا وسهلا يا ابو بريك، وهذه الفرصه السعيده ان شفناك والتقينا فيك، ومرحبا بك. الله يرحبك ويطول عمرك ابو زايد. شعار الاعصار الغربي، شعار غني عن التعريف، شعار له مسيره مع الانجازات ومع الرموز بكل المهرجانات. نشاهد هذا الشعار متواجد، الله يعطيك العافيه. بس لو تحدثنا ابو زايد عن مشاركتك في هذا المهرجان. مشاركتي في هذا المهرجان بدينا من سن الحقائق لين سن الجذاع. شاركنا بعدة هجن، جت في الأرقام ما حالف الحظ السبق، كنا متمنين ونبغي السبق ولكن ما حالف، مطيه تعرف أنت المطايب وبريك، يوم تعطيك ويوم ما تعطيك. فالحمد لله عندنا مشاركة إن شاء الله جاية في الكبار، والله يوفق. أما بالنسبة لسؤالك الأول اللي هو عن الرموز ومسيرة الإعصار الغربي، هي مسيرة مشهودة لها ومعروفة. صحيح. نعم ما يحتاج. التاريخ يشهد بمسيرة الإعصار الغربي في أشواط الرموز. وأنا أفتخر بالشيء هذا، إذا أخوي قدامي وحاصد الرموز هذه وله مسيرة، فترانا نحن على المسيرة. نعم. والرموز متواصلة، كل سنة ناخذ رموز، وقبل تقريبا شهرين ماخذين الرموز كاسات اثنين، فالحمد لله، الحمد لله على التوفيق. وزايد التركيز الآن في عزبة الإعصار الغربي على السن الصغار اللي هي الحقائق واللقايا والجذاع، أو السن الكبير الثنايا والحيل والزمول، إيش التركيز عليه الآن؟ التركيز الأكبر عندكم؟ ببريك إذا قلت لك التركيز الأكبر على السن الكبير بكون مش يعني صادق معك، انا مركز من سن الفطيمه الى سن الحائل. المطيه اللي تركض انا مركز معها. نعم. كل مطيه تركض فطيمه وحقه ولقيه وجذع فانا مركز معها. المطيه السبوك واللي يتوصل وتحصد انجاز فانا مستمر معها. نعم. هل يعتمد عامر بن زايد المنصوري على مساعد او مضمر، او هو اللي يقوم بعملية التضمير ومتابعة الحلال؟ لا والله أنا متواجد وأنا عند حلالي، ولكن عندي مشرفين يعني تحتي، عندي شخص مساعد ومضمر في وقت في نفس الوقت، يعني أسعد الوهيبي، وعندي واحد موريتاني سيدي. نعم. نعم هذول كلهم تحت الإدارة وفي الفريق من ضمن الفريق يعني. نعم أبو زايد، لو تعطينا إحصائية لرموز، عدد رموز الشعار شعار الإعصار الغربي، كم سيف، كم كاس، كم خنجر، كم شلفة، لو تذكرنا الخزينة، خزينة الإعصار الغربي كم فيها من الرموز أبو زايد؟
ليش الابتسامة قبل الإجابة؟ الابتسامة المسيرة كانت واضحة للناس كلها طال عمرك. السيوف ما أقدر أقول لك أبو بريك، ولكن إذا ما كان 30 ولا فوق 30 سيف، الكاسات، الشلافي، الخناير، الميداليات الذهبية الفضية، كاس الخليج، الكويت، سلطنة. إذن السيوف تقريبا 30 سيف في حدود 30 إذا ما كان أكثر أو أقل، يعني شيء بسيط. نعم. وكذلك الرموز كم تقريبا إحصائيتها؟ اللي أقل من السيف شوي، الرموز تقريبا بشكل عام، يعني بشكل عام في 300-270-280 رمز. ما شاء الله تبارك الله. أنا يمكن ما حسبت الرموز اللي خذتها يعني في هالسنتين بعد، يمكن عرفت علي. يا أبو زايد شعار مشهود له بإنجازاته بمسيرته المشرفة. أبو زايد أنت ذكرت لي في قبل بداية الحديث بأنك الله يعطيك العافية أنت المشرف على الهجن، وكذلك مشرف وتهتم بدعم العزبة في الإنتاج والفحول، فكيف توفق ما بين الشغلتين اللي كل واحدة يعني متعبة؟ ما في شيء بالراحة أبو بريك، كل شيء يبغي تعب، كل يعني تبغي أنت تتنومس، تبغي تسبق، تبغي طال عمرك في كل اتجاه أنك أنت بتكون تتعب فيه. نحن إن بالنسبة للإنتاج واقفين وتعبانين، وعندي أخوي الكبير عبد الله واقف ومشرف أكبر مني وداعم للشعار هذا بعد بالإنتاج الأكثر اللي هو أخوي، عرفت، هو الواقف على الصغيرة وعلى الكبيرة. هل تختار نوعيات مشترى في الإنتاج ولا مكتفي اكتفادات بالإنتاج اللي عندك؟ في الإنتاج لا مكتفي في الإنتاج، أنا مكتفي، ولكن السبوق أشتريها. تشتريها السبوق في الركض؟ السبوق أدورها وأشتريها. تدعم العزبة بمشتريات الركض؟ نعم أشتريها، أدعمها، ويوم أحصل السبوق وهي صالحة لي أشتري. أبو زايد إيش تقول لجماهير الإعصار الغربي اللي يشوفونك من خلال هذا المقابلة في برنامج الريس؟ توعدهم إن شاء الله نشوف الشعار في السن الكبار وفي الرموز والصغار، يعني الشعار بدأ يعود السنة هذه، أنتم أخذين تقريبا 3 رموز من تقريبا أقل من شهرين، صحيح؟ نعم كلامك صحيح. ووعدهم بالخير، ووعدهم بكل مهرجان جاي أن يكون الشعار أفضل ومتواجد. هل يتم تقسيم الهجن على كثرة المهرجانات في الخليج؟ هل تقسم هجنك يعني فرضا في قطر مجموعة، في السعودية مجموعة، في الإمارات كذلك، كيف تتعامل مع كثرة المهرجانات وقوتها في نفس الوقت؟ نعم أبو بريك، لا بد أنك أنت يعني توزع مطاياك إذا عندك الكم الكافي، فالحمد لله. نحن يعني في عندي مطايا أجلها المهرجان دبي، في شيء في قطر، شيء في السعودية، أنا ما شاركت السنة، ولكن إن شاء الله أننا نحن نشارك في كل الميادين من الموسم الجاي. حياكم الله مشاهدين الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل لنواصل معكم هذه الحلقة من برنامجكم برنامج الريس. ولأن أغلب ما يوثق عن هذه الرياضة وعن سلالاتها يعتمد على الإرث الشفهي وما نتناقله من كبار السن من آبائنا وأجدادنا، هناك شاب من قطر أخذ على عاتقه أن يقوم بإعداد كتاب يجمع هذه السلالات ويحفظها، لأن مع تقدم السنوات قد تندثر هذه المعلومات التي مثل ما أشرت في بداية هذه المقدمة بأنها تعتمد على الإرث الشفهي. لذلك قام خالد بن محسن بن حزام بن ديلة أحد الشباب المبدعين والباحثين على عاتقه في جمع هذه السلالات لأشهر الزمول في الخليج العربي، وقام ببحث معمق وجهد جهيد، استغرق هذا الجهد قرابة الأكثر من عامين. فيسعدني في هذه الحلقة أن أرحب
بالباحث خالد بن محسن بن حزام بن ديلة. يا مرحبا بك يا ابو محسن، وسعيدين بلقائك في برنامج الرئيس. يا مرحبا، احنا سعد، الله يطول عمرك. يا مرحبا. طبعا خالد بن محسن بن حزام بن ديلة اصدر هذا الكتاب واسمه قاموس الهجن. في هذا القاموس توجد سلالات الهجن العربية الأصيلة، أبرز السلالات. للحديث أكثر عن هذا القاموس يسرنا أن يكون معنا أبو محسن. يا مرحبا. مثل ما قلت بأن هذه الرياضة تعتمد على الإرث الشفهي، صحيح. نسأل شيباننا ونسأل الناس اللي أقدم منا في هذه الرياضة، شلون جاتك الفكرة في البداية لإعداد هذا القاموس؟ والله نحيي أول شيء المشاهدين ونحيي حضور موجودين. الله يبقيك. بالنسبة للفكرة جاءت لأن في ناس كلموني يعني في أكثر من مرة قالوا لي لازم يعني موثق سلالات الهجن هذه ولا راح تندثر مع الوقت. فكذا مرة تردد علي الكلام هذا، فجاءت فكرة الكتاب. نعم، بجهد شخصي طبعاً بو محسن. نعم. كم الفترة اللي استغرق منك إعداد هذا القاموس؟ سنتين وظهر 6 شهور، ما أذكر والله. قرابة 3 سنوات. صحيح. نعم. شو اللي صار في الكتاب؟ شنو يحتوي هذا القاموس أبو محسن؟ يحتوي على كثير من الهجن، منها مصيحان معلى، سلالة شاهين، سلالة ظبيان، سلالة سعدي والقحيدي. نعم. وسلالة ركاب المهجنة. نعم. شنو هي آليتك في البحث اللي اعتمدت عليها في هذا القاموس؟ والله اعتمدت على مصادر أو أهل الحلال المعروفين نفسهم. نعم. ومن نشد ما ضاع. نعم. وين واجهتك الصعوبة؟ نعرف بأن مثل هذا البحث هناك صعوبة تكمن في تغالط المعلومات أو أكثر من معلومة تجي. نعم. على بعير مثلا. صحيح. كلمني عن الصعوبات اللي واجهتك أبو محسن في هذا الكتاب. والله كثير من الصعوبات، منها سلالة ظبيان صار فيه اختلاف في اللي هو سلالة البعير، وناس قالوا بعيرنا وناس، فجبنا على الأكثرية في سلالة الظبيان. في سلالة الظبيان. نعم. وسلالة مصيحان كذا واحد قال لي معلومة، و فش اسمه جبت على حسب الرجال اللي هو منتج البعير اللي هو صيحان، كان البعير عندهم اللي هو صيحان ولا من مصيحان معلا طبعا. نعم. اعتقد انك اجريت اتصالات باحد الشيوخ من أسرة المعلا الكرام، وايضا صحيح. نعم. اجريت. كلمني على هذه الاتصالات، كيف كانت وكيف رتبتها وعلى ماذا اعتمدت في سلالة مصيحان تحديدا؟ والله كلمت الشيخ محمد بن سعود المعلا، نحييه بعد من الشاشة، والشيخ سعيد بن عبد الله بن معلا. نعم. وقالوا لي معلومات، ولكن المصدر أخذناه من لقاء مسجل عن حياة حمد بن ضاعن بالنسبة اللي هو مصيحان. حمد بن ضاعن اللي هو كان مع الشيخ اللي هو المعلى راعي البعير، الا منتجه هو منتج البعير. نعم. حمد بن ضاعن. نعم. الله يرحمه. هو الحلال كان عندهم. نعم. انا اشوف اغلب الناس يعرفونه يعني الكبار. نعم. انا اشوف ان في كل بعير تحط المصادر فيه، وشقريت اسم سهيل بن غراب. نعم. نعم. كان بينك وبين ابو محسن اتصال؟ اتصال. نعم. اعطيت لي معلومه اللي اعرفها انا. نعم. وانا بعد معلومات اخذتها من حياه الله يرحمه حميد بن بدر. حميد بن بدر العليلي. العليلي. نعم. الله يرحمه. الله يجعل هجرنا ويرحمه ويثنى ويثنى المسلمين. نعم. انا دائما يوم اشني عن خصص منه ارد صوب خصم صحان، ارد صوب حياه حميد الله يرحمه. حميد عنده معلومات ما رجع كان في المنطقه. هذا شيء طيب صراحه. يوم تذكر المرجعيه في 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 اي كتاب في قصه او في كذا اني مستقيها من المعلومه من فلان، هذه يسمونها الرواه. صحيح. الباديه ترى من الاول منهم قالوا قال خذناها من فلان.
نعم. فلان ما أخذها من فلان، يقص السالفة ويقص مصادرها حتى صحيح. من السالفة العادية صحيح. بالعكس هذا شيء طيب يوم يروي المصادر ويكتب مصادر، هذا التوثيق الصحيح. صحيح. اليوم بن غراب ذكرت أنك خذيت المعلومات هذه من حياة حميد بن بدر. نعم. فبالتالي اعتمدت أنت يا بن غراب على تراث شفهي. نعم. إرث شفهي انقل لك شفهيا. نعم. فإحنا نحتاج في هذه الرياضة إلى الجانب التوثيقي. صح. لأنه ينقصنا بن غراب. نعم. وأنت من أحد الخبراء الموجودين في هذا المجال، وما قصرت أنك بعد اجتهدت واتصلت على حياة حميد نعم بن بدر. نعم. فاليوم إحنا محتاجين مثل خالد الله يطول عمره استاهل. ومن يسمع من شبابنا لتوثيق هذا الموضوع. جزاه الله خير على الكتاب اللي كتب لي سوا. نعم نعم. هذا فيه طعمك بدي أجيال ما يعرفون السلالات هاي، ولا يعرفون طعمك ماضين كيف ومن يتهل هذا الرشاب، لكن هذا إن شاء الله أنا بيثبت لهم إن شاء الله. نعم. وأنا أعتقد بعد أن أخونا حمد بن بطيل الفلي أسولف أنا قبل شوي مع خالد في الفاصل ذكر لي بعد أن أخونا اللي مسيه بالخير أيضا حمد بن بطيل الفلي قام بإجراء بعض المقابلات التوثيقية. نعم. أعتقد ها صحيح. وقلت لي أنها ما بثت. نعم. اللي هو لحياة حمد بن ضعن. حياة حمد بن ضعن صحيح. وهذا اللي أنت استقيت منها المعلومات عن مصيحان. نعم نعم. اليوم حمد بمثل هذا الجهد نحفظ إرث كبير لسلالات تقوم عليها رياضة سباقات الهجن، فمع تلاشي هذه المصادر أو مع اندثار المعلومة راح نكون في المستقبل أمام المجهول، بنكون مثل التايه في الطريق. أكيد أبو محمد التوثيق دائما مطلوب، والتوثيق هو اللي يبقى دائما. ودائما يمكن تكلمنا في برنامجنا في أكثر من مرة عن المبادرات الشبابية اللي يقومون بها الشباب، نقول لهم بيئة رياضتنا بيئة خصبة لتقديم المبادرات. نشكر أخونا خالد محسن والله أبقى ربيعه صراحة أنا فخورين فيه كأكتريين وفخورين فيه كمنتسبين لهذه الرياضة. نعم. في مبادرتها الطيبة، مبادرة هذه فعلا عالم سباقات الهجن يفتقر لمثل هذه المعلومات. المعلومات هذه ودائما دعم الشباب اللي مثل خالد وغيره من الشباب اللي قدموا مبادرات طيبة واجب علينا كلنا استاهل. سواء كان وسائل الإعلام مجالس تحليلية أو مسؤولين، والله يستاهلون دعم الشباب أصحاب المبادرات واجب. وتبني أفكار هذا بكرة طال عمرك بيكون مرجع. إحنا نتكلم اليوم يمكن الله يعطيه الصحة والعافية أبو سلطان مرجع لأكثر هالهجن بحكم سنواته، كذلك المراجع اللي مذكورة في كتيب أخونا خالد. لكن بكرة بيحتاجون العرب يبغون حتى لو يكون صفحة إلكترونية تضاف على موقع اللجنة ولا أي موقع مهتم بهذا يكون مرجع للمتصفح، يكون يعني إرث للرياضة هذه يحافظ عليه. نعم. بيض الله وجهك يا أبو محسن على المبادرة. وزيدها نقطة يا أبو متلع، إن عمر المعلومة تلقاها من 50 سنة 60 سنة. يعني بن بدر كم عمره؟ متى مات مثلا؟ كم عمره الرجال هذا؟ يعني يطلع لك معلومة عمرها فوق 60 سنة. صحيح. فوق 70 سنة. صحيح. ترى هذه المصادر، وهذه المصادر الموثوقة يوم يحط الاسم وخايل متى الرجال هذا متى عاش وكم عاش، هذه ترى شيء مو بسيط. صح. أنا شوفوا هذه الصورة مثلا المسك الشيبة موجودة له صورة، المسك الشيبة مكتوب الأب مصيحان المعلى والأم المسك ناقة المعلى، مسمى عليها وبعيد مسمى عليها علمة. زين، هل راجعت هذا الكتاب مع خبراء مع ناس عقب ما أخذت المعلومات من بن غراب ومن اللي منهم على شروة بن غراب من أبواننا اللي عندهم المعلومات راجعتها خالد؟ لا والله ما رجعته. هاي مصادر اكتفى بالمصادر. انت ما كلمت حميد الله يرحمه؟ ما كلمته؟ كلمت حميد بن بدر. كلمت حياة حميد. نعم. كم اتصال جرى بينك وبين حميد باعتبارنا مرجع؟ اتصالات. نعم. وكلمت سلطان متعب بن ضعن. نعم. ما شاء الله عليك. والله مجهود صراحه. مجهود. ما شاء الله عليك. خاصه ابو المعلى عندهم الربعه هذا. عندهم ابو محمد الكتاب هذا. هل كنت تسافر لهم ولا بس بالاتصال؟ بالاتصالات. ما سافرت مره. نعم. ابو محمد الكتاب هذا بيحل مشكله، ترى دائما احنا في المجالس يصير اختلاف في السلالات، وقال فلان وقال فلان وقال فلان، لكن اليوم هذا يعتبر بما انه المصادر من اصحاب الحلال ومن اصحاب الشأن يعتبر طال عمرك وثيقه. صحيح. وثيقه يعني وثيقه موثقه بالمرجعيه. نعم. وثيقه موثقه وجهد جبار. ابو محسن السلالات المهجنه وثقتها بعد؟ نعم. موثقه موجوده في اخر شيء.
نعم سجلت غبيشان و غبيشان والمتحد سلالته من لب صمه وجدته وعدته بعد موجوده. كلمني عن هالبعير غبيشان. غبيشان سوداني. البعير غبيشان سوداني وصل الى قطر تقريبا في نهايه السبعينات. نعم. هل اجريت بحث خالد على متى دخلت الهجن السودانيه الى قطر او الى منطقه الخليج؟ تقريبا يعني في قطر ممكن في بداية نهاية السبعينات أو بداية الثمانينات منها اللي هو رياض الشيبة سبق هنا حسب الروايات. نعم. رياض الشيبة صحيح. نعم. وشن هي أبرز البعارين اللي موجودة في هذا الكتاب غير مصيحان والمسك وغيره؟ فيه المتحد، فيه القاهر، فيه اللي هو مبلش اللي هو سلالة القاهر. فيها بديع الشيبة. نعم. ما شاء الله عليك. وفيه سلالة صوغان. صوغان. صحيح. زين صوغان سلالته وين يرجع؟ سلالته يرجع إلى بعير صوغان حسين. صوغان حسين باللوتا. نعم. صوغان حسين باللوتا. صحيح. هذا من هل دبي ولا؟ إيه. من هل دبي؟ أنا سمعت عنه أنا. أن البعير هذا شيء من هالسلالته يعني، لكن ما عندي معلومات وايد عنه. نعم، ولكنك سمعت بو صدر. إيه نعم. من تجار دبي. نعم. بس أنا من رأس الخيمة. نعم أنا تجار دبي ورأس الخيمة. من رأس الخيمة. نعم. بس في سؤال. إحنا وين نصحى أبو محمد؟ تفضل. في سؤال أحب أوجهه لأخوي خالد ونشكره على هذا الجهد الجهيد. لا فضل. بالنسبة لسلالة الدحيدي والسعدي، من مرجعك؟ من مرجعك فيها من أبوانا و فيها فيصل بن عبد الله عطية وعبد العزيز بن خالد عطية. نعم. وفيها واحد من الرواشد والله بعد ناشته الله. وفيه بعد الكتاب كتاب قد ذكر فيها سلالة قحيدي واللي هو سعدي، بس هي المعلومة اللي أنا شفتها مسجلة ويقول موثقة من عند فيصل بن عبد الله. من عند فيصل بن عبد الله عطية. نعم. مسجلة في أعتقد في وزارة الثقافة أو في الديوان. عنده مثبتة. نعم. عموما اللي نتابعه في هذه الحلقة أو ما نقدمه في برنامج الرئيس هو مساحة نسلط فيها الضوء على مثل خالد اللي كله كل الشكر والتقدير استعمل. على هذا الجهد اللي قام فيه قرابة أكثر من تقريبا 34 شهر، إذا تكلمنا على سنتين وست شهور يعني. فهذا نعم. جهد كبير جدا يشكر عليه خالد، وأنا صراحة من هذا المنبر أدعو كل الشباب بأفكارهم الخلاقة اللي راح تنهض بهذه الرياضة. مثل ما قلنا الشيوخ الله يطول عمارهم ما قصروا في الجوائز، في الدعم، في تمهيد كل ما يمكن وتسخيره لنا لنبدع في مجالاتنا. الإعلامي صح. بيقدم أفضل برنامج، المحلل بيقدم أفضل ما عنده، المخرج بيقدم أفضل صورة، وأيضا الشاب مثل خالد بيبدع مثل ما قال حمد البيئة خصبة. نعم. عندنا كثير من الأمور، تذكر الشباب اللي طوروا الراكب الآلي وغيرهم، فكرة الستارت. نعم. للانطلاق. نعم. هذه كلها مبادرات. أيه. نعم. حمد بن جرحب المبتكر المفتكر على قولة بن حضيرم في نظام. نعم. الرئيس. فبمثل هذا الفكر راح نرتقي بهذه الرياضة. الرياضة هذه ما طوروها إلا أبنائها. نعم. يعني ما في ناس يوم. نعم. برا وطوروها. حامد نشوف سلالات جبار المختبر، هملول مغير، هملول القصيم، سلهود الشيبة، هشيم الشيبة. نحن أنت تتكلم عنه في الكتابة وقاب الصور. نعم. أنا خالد أقولك إذا حامد يبي الكتاب هذا تبيع عليه بعشرة مليون لأنه جهد هذا حامد. لا بنستنسخ هذا. لا بعشرة مليون ما في استنساخ بلاش ما في. نسولف من تقريبا مهرجان المؤسس عن التوثيق ما توثيق إنه فيه مو بعن الجيل القادم، الجيل الحالي هي ركاب ما نعرف أصلها وين، ولا نعرف من وين هي جاية، ولا نعرف عند من، ولا ترجع لوش، يعني أسماء ركاب معينة.
ولمثل خالد الحين يستاهل والله الدعم على المجهود اللي قام به. يستاهل الدعم ويستاهل التكريم كلها ثنتين. مياس موجود. ما نعرف الحين عناوين. نقعد ننشد. تعرف يكثر بس باقي عليك يا خالد انك توفقه في الشبكه العنبك البوتيه. دقيقه ابن غراب سالني عن مياس مكتوب مياس. نعم. الام مياسه. نعم. وسلاله مياسه الاب شاهين الشيبه والام بنت مصيحان المعلى. مياسه طبعا بنت شاهين. اي نعم. ومياس ابو سوان. مياس الحين نتكلم على مياس ابو عقال الاب مياس الشيبه. نعم. ابو مياس الشيبه. نعم. ابوه مياس الشيبه الام بنت مزراق ولد. نعم. الخمري الشيبه. نعم. وجدته عرقه باطنيه. نعم. المعلومه من ابو سلطان. اي سلام. في مياس ابو عقال من انتاج حياه الشيخ حمدان بن راشد. نعم. المكتوم الله يرحمه. بس هيل يمكن ينشد عن مياس الشيبه ابو مياس يمكن في مياس الشيبه أمه مياسة. أم مكتوب أمه مياسة. من شهيد. وسلالة مياسة أمه. أي نعم. مياسة سلالتها أبوها شاهين الشيبة وأمها بن مصيحان المعلى. هي الناقم أخذينها عند الرزي. يعني هي مع الرزي. مكتوب هي. ومياسة من إنتاج حياة جمعة بن سالم الرزي. نعم. ومياسة الشيبة من إنتاج الشيخ حمدان بن راشد. نعم. أبو صغان أمه مياسة. زين لكن مياسة الشيبة أنا شفتك بديت خالد في الأم ما حطيت الأبو. لا حطيت لب. اللب موجود. لا ما فيه مياس الشيبة الأم دايركت. لا لا عجل فيه خطأ. ايه وش أبوه مياس الشيبة؟ صغان مسافري. صغان مسافري. ايه لأن اللي قدامه صغان المسافري. صغان المسافري الأب مجان. مجان؟ يمكن مجان. مجان مكتوب مجان ولد عرقان ولد صغان السبيل. وبعير بن دلم ولد صغان حسين باللوتاه. الأم بنت الميروح ولد حوشان ولد العويس بعير سيف المسافري. هذه شوف المعلومات هذه معلومات بتندثر مع الوقت. الحين مندثر الحين الحين الأسماء الأسماء هذه أصلا أكيد أنا متأكد إن مثل ما قال أبو ذيب لها 70 سنة. أبو محمد هاي الزمول لهم مياس وحشيم. هذا عقب ما اشترى حمدان الله يرحمه وجابه لنا الروية. مكتوب حشيم الشيبة. أقولك هذا الزمول لهم مياس وحشيم. هاي اللي طعمك عقب ما ياب حمدان اشترى حمدان الله يرحمه صغانه ويابه هنا في الرويه مره احنا بوش له هاي حشيمه ومياسه. اي حشيمه يابت حشيم ومياسه يابت مياسه. يابت مياسه سمى عليه مات. شوف مكتوب حشيم الشيبه الاب صغان المسافري. نعم. والام حشمه. ام حشيمه. اي ام حشمه ناقص اسمها حشيمه. اي ناقص سموك. مكتوب حشمه. بنت شاهين. وسلاله حشمه الاب شاهين الشيبه. اي نعم. والام من بوش حياه الشيخ حمدان بن راشد. نعم. وحشيم الشيبه من انتاج الشيخ حمدان الله يرحمه. هاي زول انتاج كلهم. ومحمد في موقف صار مع خالد كلمني مره انا عندي بعير البعير انتج المهم جاءت المعلومات ما وعيت الا خالد يدخل عليها الخصم كنا كلمني قال حمد ترى بعيرك معلومات مش معلوماتك بعيرها معلومات اللي عندي اللي متداولة ويقوم يصحح لي المعلومة جزاه الله خير ويجيب لي المعلومات يجيب لي التاريخ كامل ما شاء الله. سؤال لي بعير سالم بن عبد الله الله يرحمه مسافري. اي سؤال الشيب. اي ماخذ عند سالم بن عبد الله مسافري وعند ولده عبد الله بن سالم مسافري سؤال باهل من عندهم. انا بدور لك سؤال مسافري سؤال الشيب هنا منتجانا في الروية وهذا يعزمون عياله. نعم. منتجة بن كاذب أنا بنواف هل منتجة بن كاذب لا أعطيك بعيد المخوض عنده الريال المخوض عنده مخوض عند سالم. نعم. بن عبد الله مسافري صحيح يقول لك بن كاسب. نعم. يقول لك بن كاسب. ها هو بن كاسب مسافري هذا. إيه بن كاسب. ها سالم بن عبد الله مسافري. أي نعم. نعم. زين بنواف الإرث هذا باعتبار أنك أيضا من 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 الخبراء اللي لحقت بنواف على الجيلين. نعم. مثل هذا الحفظ بنواف أكيد أنتم اعتمدتوا على ما جاكم من أبوانكم وما جاكم من شيبانكم الأولين. اليوم مثل هذه المبادرات تحفظ لنا حنا كأبناء. صحيح. وللأجيال القادمة بعد فعلا. يمكن حنا احتكينا فيكم لكن الأجيال القادمة بعد بتندثر المعلومة شوي شوي تروح. فعلا أبو محمد حنشكر المجتهد اللي ما قصر بيض الله وجهه خالد. خلاص لقبه المجتهد. المجتهد من الحين خلاص يستاهل والله ما قصر. هذا العمل أبو محمد عمل تقدر تقول عليه إن هذا عمل تقوم بمجموعة ما يقوم بشخص وما قصر اجتهد وجاب ما شاء الله كتاب وسلالات وعمل متواصل لمدة 3 سنوات هذا شيء مبهج. فحفظ الإرث هذا التراثي سينتقل مع
على ابنه. الحين على سبيل المثال الحين ابو سلطان يمكن اكثر منه اكبر منه يمكن سنا واكثر من عاصره هذه اللي لما ذكر ابو صوغان قال معلومه رايحه عليه ابو صوغان الشيب بعين مسافري. فشوف الكتاب حفظ ويا ابوه ويا امه ويا هذا الشيء ما بال ريان نشهد هله بعيد نشهد هله. اقول لك يعني مثل المعلومه تفوتنا انت انت فعلا هذا الشيء ما ادركته لكن اللي قدامك ادركوه وانت ما نقلت له صح. وحنا نفس الكلام انا شو لكن الريان نشهد هله نقل ويا ابو من هله ويا بالمعلومه يا بالمعلومه الاكيده ان هل المعلومه من مصدرها الاساسي وسيظل هذا خالد. يمكن احنا يوم الايام اغلبنا ما نكون موجودين والناس تحتاج لهذه المعلومات ونحن المعلومه بعد ما وصلنا عليها في معلومات قدامنا ما نقدر ننقلها بالحرف الواحد. لكن انا اشكر ابو محمد ويا ليت ان كل المحللين يحصلون على هديه من هذا الكتاب إن شاء الله. حتى نطلع عليها ونطلع غيرنا. هو يحتاج الدعم لطباعه الكتاب هذا ويحتاج له دعم. حاضرين بالدعم وحاضرين لا يبشر بالخير يبشر بالخير ابو محسن ان شاء الله. علاج يقول للعلم يا ابو مطلع في بعض السلالات اللي في ام الزبار عدل على سلالاتها ابو محسن. شكرا لك يا أبو محسن. سالم النياد يقول أيضا أبو محمد نقترح بأن يتم إصدار كتاب عن علاج المطية عن طريق الوسم من حيث مكان الوسم الصحيح. أشكرك يا سالم على هذه الفكرة صح. وفكرة في محلها صحيح. بإنتاج كتيب فيه محل الوسم عزول البدو عزولهم الأول مو بعزولهم لا أبو محمد هذا أبو محمد أنا أعتبر الزمول هذه هي الجيل الأول أو المرحلة الأولى لكن فيه زمول جيل ثاني أو جيل ثالث صح. هل هي موجودة في الكتاب ولا بس الجيل الأول؟ لا ما راح يغطي الزمول كلها. لا موجود في أنا قريت مبلش السعدون صحيح وبعد غيره من البعير. كم بعير وثقت يا ابو محسن؟ والله ما ادري كم تقريبا ما اعرف والله. الزمول اللي داد حي من نبتها الحين موجودين في الكابة موجوده منها القاهر منها مقصص شيء يمكن اكثر صوصيق السوداني ويمكن بعد 10 سنوات خارج يحتاج انك تعيد نفس الجهد على نفس والباز الزمول الهرش بعد سلالته موجوده لا نجس سوداني اي مو موثق نعم. ايضا الهجان يقول لقاءات برنامج الرئيس على قناه الريان فيها ثمره فيها سؤال يبحث المشاهد عنه ويجد اجابته. شكرا لك الهجان. احمد العامري يقول مساكم الله بالخير يا ابو مطلع انت والربع اللي عندك. السيف الشوخ مع جود الرئاسه مع المجازف اذا كانت في السيف. صلاح السويركي يسلم عليك يا ابو ذيب يقول سيف القبائل يا سعد شحاني والله العالم وشفنا كل الاشواط المفتوحه للبكار من سن اللقايه حتى سن الثنايا بقت في ميدان الشحانية. سند يقول أمسي عليكم وأرشح ناقة بن حمدون أول وثاني. سعيد بن محيروم يقول أرشح دانات ناقة بن حمودة. منادي يقول يا مرحبا يا أبو محمد أنت وضيوفك يقول السيف يا أبو ذيب بانت مواريه إيه. من يوم حطم تيم ركض الجزيرة إيه لا كني ببن زيتون يرفع بيادي السيف التميمي بعد شوط الظهيرة. نعم خلاها ابن زيتون انه في يستاهله ونعيوا عليها هله في يستاهلون. نعم ايضا ابن مشيط عنده قصيدة قالها ايضا بهالمناسبة يقول التنافس قصيدة طويلة لكن بنعد منها كم بيت. يقول التنافس حق مشروع والمزح الخفيف ما يزعل لكن الناس وصلت حدها. احمدوا ربي على الود والركض النظيف واجتماع اقطابنا اللي نومس ودها. ومن يقول المستوى هجنة كانها ضعيف احضرت هجن الرئاسة وهذا ردها. ما حد قال ان هجن الرئاسة ضعيفة. هجن الرئاسة في قوتها وهجن الرئاسة اليوم ودوم تبقى منافس قوي ويا بمشيط. يقول الضعف محطها الطيب سبيل الله. اي نعم يقول الضعف محطها الطيب سبيل الله. نعم المؤسسة تجين الرئاسة الدعم اللي جيها قوي وأهلوا لمضمرينها كل سبل النجاح باقي عليهم الجهد والعمل. يقول أيضا الشاعر الكبير أخونا عايض بن غيدة أبو خليفة يقول ابن زيتون سوى مسيرة فوق تمويل مرسل تحايا وصلوا له تهاني كثيرة من ضميري وغير الهدايا قولوا السبق في كل ديرة وانت دكتور سبق المطايا يوم حطمت
تيم الجزيرة قد بنات الجزيرة ثنايا مداعبة وأبيات مميزة من شاعر مميز شاعر عايض بن غيدة. نقول يا مرحبا بك يا أبو خليفة. أيضا الدكتور سعيد بن الشرقي يقول مساكم الله بالخير جميع، ما يقوم به بن ديلة مجهود طيب يشكر عليه، ونتمنى من الاتحادات بأن يتم التدقيق عليه واعتماده ويعتبر من وثائق السلالات ومرجع إلى أصحاب الحلال. دكتور سعيد شكرا لك، ولكن عندي ملاحظة، الاتحادات أنها تراجع عليه ليأخذ الشكل القانوني، ولكن حنا أيضا لنا مأخذ على الاتحادات أنها ما بادرت، وإذا كان في مبادرات من هذه الاتحادات أنا ما اطلعت عليها. صح، أنا ما اطلعت. بادرت في إيش يا أبو محمد؟ يقول أنها تبادرت في إصدار كتيبات، ما عليه الاتحادات بتدقق صح حتى يأخذ يمكن شكله القانوني، لكن ما نبي نربط إبداعنا كشباب واجتهادنا بالاتحاد. بس دقيقة أبو محمد، فيه 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 الرجال هذا أهل المعلومة من أهلها من مصدرها، يمكن ما عينها في الاتحاد المعلومة ذي هي موجودة عندها من غير قصور فيهم اللي قايمين على الاتحاد. الرجال جايبها من مصدرها وكاتب مصادرها. شوف فيه نقل، فيه كتب شفناها ينقل لك معلومة بس ما يوضح لك مصادرها. صح. لكن هو طال عمرك يوم نقل لك المعلومة نقل لك مصادرها، كتب مصدرها فلان ومصدرها فلان ومصدرها فلان، أثبت معلومته. صح. بمصادر مهم من عنده، مو جايبها من كيسه. صح. هذه المعلومة الاتحاد ما يقدر يعول على، ما يقدر يدخل عليه مدخل. لكن أبو محمد أنا اللي بقوله دكتور سعيد بن الشرقي، نعم، يمكن حفاظا على ان ياخذ هذا الكتاب مصداقيه، يوثق ياخذ مصداقيه من الاتحاد، يوثق الاتحاد. ولكن اللي انا بوجهه للشباب باننا ما نربط جهودنا وابداعنا بالاتحاد او بالنادي او باللجنه. نعم. ليش؟ لان هذا الموروث قائم علينا كلنا ولو باختصاص، والاتحاد او النادي او اللجنه ما راح يقولون لك لا تسوي، بيقول لك بالعكس انطلق وبيدعمونك. وانا متاكد يوم قال ابو ذيب يحتاج الى دعم، انا متاكد بان اول من يقف مع بنديله في طباعة هذا الكتاب، نعم، وأيضا في خدمته هي اللجنة المنظمة لسباقات اللجنة عندنا في دولة قطر، وأنا واثق من هذا الشيء. هو والله شوف كلمة حق يمكن بنديله ما يربطني بها إلا محلف، لكن بنديله يحتاج دعم، الطباعة تحتاج. صح. التوزيع يحتاج، فهذا إذا ما حصل دعم ما قال له كتاب النسخة اللي معه. أنا أحتاج دعم. حنا نبي اللجنة تدقق عليه وتعتمده وتوفر نسخ، لأن الحين كم رسالة جاتني كلهم يمون ذا الكتاب. نعم. لكن إذا بتدقق عليه وبتوفر له بعد لازم أنها تتبنى الفكرة. صح. لازم أنها تدعمه. ولا ويوثقونها في الكمبيوتر بعد يسووا له موقع. بعد ما تتبنى الفكرة وتدعمه خالد عقب توثقه. نعم. وتنسخ نسخ. ما يكون بعد كتاب ينزل في الابليكيشن. لا ينزل الابليكيشن كامل. لازم إذا ما خالد بن محسن وبيض الله وجهك وكل الأمنيات لك بالتوفيق وسلامنا للوالد، جعل ربي يطول عمره والله يحفظك يا خالد، وحنا متشرفين بك الليلة بوجودك معنا في برنامج الرئيس على مر. شرفنا بوجودكم. الله يطول عمرك. إذا مشاهدينا الكرام نشكر خالد بن محسن بن ديلة، ونواصل معكم هذه الحلقة من برنامجكم برنامج الرئيس. يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل لنواصل هذه الحلقة من برنامجكم برنامج الرئيس. سند يقول أمسي عليك بالخير يا سعد. السيف عند بن حمدون. حمود الوهيب يقول السلام عليكم، كتاب السلالات جهد يشكر عليه واستفدنا من برنامج الرئيس، وذا البرنامج هدف السامي لرقي الرياضة الآباء، تشكرون عليه والشكر لدولة قطر. شكرا لك يا حمود. أيضا أخوي رشدان الرشدان مرسل لي صورة الحيدي الظاهر، هذه صورة الحيدي ولا لا فهد؟ يمكن ويمكن الشيبان الدلموك. اي نعم، من اقرب الناس اللي عند السلالة هذه. نعم، هذه صورة الحيدي الشيبة وهذه الصورة. نعم. ايضا راشد العاوي يقول مسي عليكم
وجميع والباحث في السلالات الأستاذ خالد بن محسن بن ديلة، وهذا الرجل نعرفه من زمن يجمع المعلومات ومرجع لنا إذا صار في اختلاف في سلالات الهجن، ولكن أغلب التهجين القديم جاي من الأمير محمد بن سعود رحمه الله من هالبعير رياض وأخرى. هل من الممكن توثيق هذه الركاب؟ إن شاء الله يا راشد. المهم قصر خالد. أيضا الهجان يقول عمل كتاب من المجتهد خالد الله يوفقه، يعتبر مرجع ويمكن الاستفادة منه لمختبرات الإنتاج وللمهتمين. هذه التغريدات اللي جاتنا على تويتر. علوم الركض فهد الكلام شفت أخذ سيف الجماعة سيف الشيوخ، إلى الآن الكلام حتى الآن عن السيف عندكم في البرنامج الخاص بالشعب سيف الشيوخ ما اليوم ما تكلمنا عنه، ما قلنا عنه شيء. صحيح، خلونا غافلين عنه أبو محمد. يمكن الكشوفات الخاصة بأشواط أصحاب السمو والسعادة الشيوخ إلى الآن ما يعني اتضحت الرؤية للمتابع ولنا احنا كمحللين، لان الان الاسماء لم تظهر، ولكن مثل ما لا يخفى على الجميع ان ما زالت الرؤية ضبابية لمن هي صاحبة سيف سيد سمو الامير في هجن اصحاب السمو الشيوخ، من هي المؤسسة التي ستظهر به. يمكن العام كانت الرؤية اوضح لنا احنا كمحللين وكمتابعين، ولكن إلى الآن لم تتضح الرؤية من هي المؤسسة أو من سيظهر. نعم السؤال فهد، هل سيتحطم التوقيت الحدث اللي تسجل مع تمويل في شوط السيف 11:47، هل سيتحطم في شوط السيف ولا بيبقى توقيت تمويل صامد؟ في وجهة نظري أن توقيت تمويل سيبقى صامد، ما راح يكسرون في السيف. أتوقع أن الحيل إنهن يكسرن تيم الثنايا في وجهة نظر الشخصية، وأنا أحترم وجهة نظر. يقولون الرباعية أسبق من الثنية الآخرين. يقولون الثنية ونية والرباعية أسبق. نعم بن حباب اليوم قبل بداية الحلقة أجرى مقابلة مع أخونا هيثم الحمادي وذكر التوقيت أنه ما راح ينكسر، لذلك أنا وجهت له السؤال وقال في إجابته على هيثم. حنا هيثم اسمح لنا عاد ما نبي نحرق مقابلة فهد، ولكن نقتطف منها نقتطف منها. قال حتى الجزيرة ما كسرت تيمها يومها حايل، ولكن الجزيرة يا فهد يوم ما كسرت تيمها وهي حايل كانت مريض وكانت ضالع وكان بإمكانها أنها تكسر تيمها يومها ثنية. صحيح، ولكن طال عمرك الجزيرة ما كسر تيمها في سن الثنايا إلا ما كسرتها لتمويل، وظل هذا التوقيت صامد عندنا في ميدان الشحانية 9 سنوات. توقيت طال عمرك سن الثنايا احنا نشوفه يمكن على مدار السنوات اللي طافت يكون مقارب لسن الحيل، ولكن تمويل السنة كسرت تيم اللي صامد منذ سنوات. في وجهة نظري ان توقيت تمويل راح يظل صامد. زين قبل ما نسمع وجهة النظر الاخوان، مشاري اليامي الظروف الجوية حسب القراءات عن يوم الخميس يوم السيف ما تساعد. بحثت جاني معلومة أن يوم الخميس إن شاء الله متوقع هطول أمطار. متوقع هطول أمطار. نعم، الأربعاء والخميس أو الخميس والجمعة. إذا إنزين سؤالي لك من الناحية العلمية، هل هطول الأمطار يأثر على بعض المطايا ويعطي؟ لأن في الخيل خلني بس بوضح، في الخيل في بعض الخيل تركض على الأرضية السوفت الناعمة، وفي بعض الخيل لا تفضل الأمطار وتفضل كذا، فتلقاها تسبق الثاني لو انها لو ان الثاني يسبق منها. صحيح. هل هذا في الهجن بويام؟ أكيد موجود، بس يعني ثقل التيم بيكون على الجميع، خاصة إذا الأرضية. لا أنا ما أتكلم عن ثقل التيم الحين. الأرضية أي. الأرضية إذا كانت طال عمرك فيها ماء أكيد بيفعل على الهجن، بس في هجن تتحمل الوضع أكثر من بعض الهجن. فيه يعني. نعم موجودة. كذلك طال عمرك أثناء هطول الأمطار أو وقت الغيوم ونزول المطر تقل نسبة الأكسجين بشكل كبير في الجو، أيضا يؤثر على الهجن في التيم، وأيضا يؤثر على بعض الهجن أكثر من بعض الهجن. زين إذا تقل نسبة الأكسجين ليش نستانس إذا جانا مطر؟ نستانس طال عمرك لأن الآدمي مخلوق من شوف دائما الكائنات الحية تستانس على المطر، لأنها إذا حسب ما وصلني معلومة لأن احنا مخلوقين من طين. لأن الإنسان مخلوق من طين. سبحان الله. في استانس على المطر.
سبحان الله. بس والله يا خاطي هواء يجيك اقول مطر في اكسجين انه عالي خاصه. شوف اصحاب لا لا شوف اصحاب الربو ترى يتاثرون اثناء نزول المطر يصير عندهم كتمه يصير عليهم البرد يمكن اللي يتزامن مع مبارك يضحك يوم قلت لك زين بالغراب هل صحيح ان في ثقل الدوره تفوق مطايا على مطايا ثانيه؟ اي نعم. وبعدين يوم المطار مر عليك حالات ما تجهد مطيه ما تجهد مطيه في المطار ما تجهد ما تجي بركه كله اي نعم. تحاسب نعم تحاسب وخص بقعه ممطوره اللي فيها مطار مثل هذه بقعه الصباح التي تزلج مطيه ما تركب فيها بركه كله تركض وعنده وايد غير ركض هذا في البقعة الشدات طال عمرك اللي جافة الجو المهم. أما في المطار أنا أقول لك ما تبي مطية ركض المعتاد الله فعل وإحنا لاحظنا بس قبل ما أتكلم بعد بس معلومة أبويام ترى معلومة صحيحة صحيح. أنا بس علشان يوم مزحت معاك قلت لك ليش إحنا مستانس إذا نسبة الأكسجين تقل إذا نزل المطر احنا جل عندنا مشكله اثناء لان الاستاذ لا شوف اثناء هطول المطر تقل نسبه الاكسجين تقل نسبه هاي علميه معلومه علميه نعم هذا علمي أيه. شيء طبيعي زين. حتى اثناء الضباب لو تلاحظ الاتيام تكون الضباب وافقك اي حتى اثناء هطول المطر تقل لان الماء H2O أيه. لكن الشواق تخلى الحيوان يخلى ان شاء الله لكن نعم. بعد المطر شوف بعد المطر بعد ما ينشف السحب او تزيد نسبه الاكسجين هنا صير عمليه عكسيه هذا اللي اقصد لك اللي جينا هواء اقول إيه هذا اللي طلعته نعم يعني المطر من تعشق لاحظنا طال عمرك ان بعض الاشواط اللي يكون فيها اثناء المطر والهجن تركض طال عمرك ان طال عمرك التوقيت دائما تكون اثقل منها مثل في الاجواء الصحو صح دائما لاحظنا في اجواء الامطار وحتى اثناء هطول الامطار في بعض الاشواط تكون توقيتها عالي لكن هل فهد سؤال اللي ذكرته لابن غراب قبل شوي هل بعض الهجن تفوق على غيرها اثناء المطر؟ ما توقع ولا الحموض تكون نفسها مستوى الحلال يكون لان في الخيل تختلف ترى مستوى الحلال مستوى الحلال يكون متقارب ابو نواف يقول لا حتى في الهجن حتى في الهجن في بعض الهجن يسوره ما عنده ما تاب وفي ذكر اخوي سهيل قبل شوي بعض الهجن توب وتخاف من الهجن أيه. وتغيير التوقيت اثناء الامطار بعد ترى صاحبه شيء الهواء الامطار نعرف ان الهواء متقلبه تجيك هواء ومهاب وتغير تذكر التوقيت يعني تقول لي المطيه اللي ما تهاب فيه شيء من المطايا الشجاع في منه شجاع وما يهاب ويكون انجسورات على السيل على كل الارضيه قابلات للسيل شو تقول عن معلومه ابو نواف وبعضها تخوفه معلومتها عن انها تهاب ولا ما تهاب أيه. والله احنا شفنا بعضهم يغدي في الضباب ما يهاب يروح وبعضهم لا يمكن ما هو الخوف اللي يعني الخوف اللي كذا لكنها لها عوامل الجو وبعدين التيم وما التيم اذا رجعنا له ترى لها الدوره اذا شديتها وقسيتها بيجي التيم فيه النوعيه تتوقع ينكسر اذا كانت الظروف مثل ظروف الثنايا شوف اذا كانت الظروف مثل ظروف الثنايا تمويل وكسرها للتيم وحاجز التيم هذا يسجل التمويل ومضمر تمويل وللمؤسسة مؤسسة الرئاسة المطلوب ذا الحين ويش هو التحدي وين التحدي عند المؤسسات الأخرى اللي هجنة العاصفة هجنة الشحانية إنهم النوعية موجودة النوعية عندهم موجودة لكن عاد شوف وش هنا تحدي لكن في الظروف الجوية اللي نفس ظروف لا الظروف شوف أنا بقول لك شغلة الظروف الجوية تراها عائق للتيم لا أنا قلت إذا الظروف مشابهة هل ينكسر توقيت تمويل مع الحين ولا لا النوعية موجودة قد ينكسر وقد ما ينكسر أنت شنو تتوقع أنا أتوقع أنه إذا بينكسر في أجزاء الثانية البسيطة يعني من وجهته يمكن ينكسر لكن يعني أنا أقول أنه التيم صعب التيم مش بسيط اذا يعني ما راح ينكسر نعم. التيم ما اشوف انا ما معكم بالغيبيات لكن اقول صعب صعب انا اقول صعب يقول صعب انه ينكسر تفضل حمد اقول لك بنتكلم عن نقطتين النقطه الاولى المطيه اللي يقول المطيه تهاب ما تهاب الحين المطيه ما تهاب المطيه الحين في ظهرها دري اللي يخليها هذا تقدم على اللي ما تبغيه لكن اذا كان دفع تفرق الهجن خل التدخل خل التدخل كان اقول لك بس ان اقول لك عن الأمور الذاتية في المطية في أوقات المطر بيكون الأفضلية عند المطية اللي تلحق المطية اللي تدفع خصوصاً إذا الأفضلينة يعني ينزل مستواه يقضي الأفضلية عند المطية اللي تلحق مثل ما مثلت قبل شوي في الخير أما فيما يخص التوقيت الزمني فأنا لو بنتكلم التوقيت خلاص حسن توقيت باسم تمويل واسم معزة بهجن الرئاسة يستاهلون
لكن ما نقارنهم بتوقيت الجزيرة قبل كم سنة. الجزيرة الهجن هذه شفناها تنافست إلى خط النهاية اللي هي معزة وتمويل، حتى لو كان نفس الشهر لكن هناك أوامر مباشرة على الهجن وجاء التوقيت الزمني سجل بسميهم. لكن الجزيرة وضعها استثنائي. الجزيرة شفناها انفردت يوم جابت التوقيت، انفردت من مسافة بعيدة، كانت هي ودوما من مسافة بعيدة هي تنافسون، وعقب يطلب منها سلطان دبرت الناقة. وهذا قبل 9 سنوات ترى قدمت عرض النهائي وسرعة يعني اللي خلى الجزيرة يجمعون عليها العرب كلهم لين يومك هو سرعة الجزيرة في سنها في سن الثنائي منافستها في سن ترى سن الحيل واجهت منافسة رغم ظروفها اللي مرتين، لكن ناقة مرت بسرعة يعني ما مر على الميدان مثلها في الكيلومتر الأخير تماما. ويكفي أن صمت الأخير نعم والناقة بدون أوامر، ترى الناقة يمكن جاءها أمر واحد وعقب تم تسير على السماعة ما ضغطت واجد. سرعة الناقة سرعة يعني حتى لو الحين إذا بغيت تستمتع الواحد ارجع شوف رابطها شوف. زين زين هذا مقارنة بين الجزيرة وتسجيل التوقيت عام 2015 ها؟ نعم يعني 9 سنوات 2015 إلى هذا لكن واحد أي أنا سؤالي حمد عن توقعاتك، هل ستكسر الحيل في شوط السيف الذهبي توقيت تمويل؟ انا اتوقع ممكن ينكسر تيم عن طريق هجن الرئاسه ممكن. شوف بقول لك هي ترى هي الهجن المرشحه، هجن الرئاسه هي الهجن المرشحه. زين هل تتوقع ان ينحطم التيم؟ انا اتوقع ينحطم التيم. اتوقع ابو محمد لان في ظل توقعاتنا الاسماء اذا هي اللي متوقعه تحضر بحضر التوقيت. نعم انا استغرق بس عندي جزئيه، استغرق 9 سنوات عشان نحطم تيم الجزيره، هل راح نستغرق وقت طويل عشان نحطم تيم تمويل ينكسر 47؟ بنشوف إذا كسروه من بكرة هذا فيه ثورة في الهجن. أنا أقول لك إذا بتسألني تبون جوابي ولا نعم أنا أقول إذا الظروف المناخية مشابهة صح سيتحطم التوقيت قابل ممكن. اللي بياخذ السيف أبو محمد لازم يكسر 50. نعم سيف شو؟ نعم اللي يكسر 50 بياخذ. أنا أقول بكرة إذا الظروف المناخية بشرط مثل ما قال أبو نواف، يمكن في مطر يمكن في كذا، لكن إذا كانت الظروف المناخية مشابهة لسن الثنايا متوقع أن يكسر تيم. ما راح أقول لك من اللي بياخذه احتمال الرئاسة احتمال الشحانية احتمال العاصفة. نعم أنا أتكلم على الهجن ما أتكلم عن شعار، بزيدك أنا أتكلم أن احتمالية كبيرة يتحطم التوقيت. نعم إذا نفس الأجواء ونفس الأرضية أنا أتوقع أنهم بيكسرونه، وأتوقع أن هجن الشعب أنهم يكسرون 12 اللي ما قد يكسروها من قبل. ما قد انكسرت 12 ما قد انكسرت 12 في هجن الشعب. هذا أكيد إذا الأرضية نفس الأرضية راح يكسرون 12 راح يجيبون 55 ولا 54 هجن الشعب. إذا الأرضية نفس الأرضية والأجواء نفس الأجواء. مهرجان الأمير والد أظن 12 و7. ليه ليه مهند أكثر 12 عجوم؟ لا سيف يا جماعة الليلة 12 و11 ثاني شيء في الشلفة 12 و11 عليهم فحص. الليلة الليلة 12 و11 التوقيت هاي ما حضرت عندنا أصلا عليهم فحص. أبو محمد من الحرزية 12 و12 وثانيتين هو أفضل توقيت، لكن 12 وثانيتين قبل كم سنة العام اليوم حامد 12 و11 توقيت فبركة وفي فحص. نعم في فحص لكن الناقة هذا متوقع بما أنك تطرقت بس ما تستغرب من فبركة أنا أجيب التام ذا. لكن أنا أقول لك فبركة ما يستغرب منها شوطها ترى عليه فحص. نعم عليه قيود عليه قيود صح عليه قيود، لكن الناقة هذه هي شخصيا الناقة هذه طلب منها ترى اليوم طلب منها يمكن أوامر بسيطة ولا طلب منها مو بكل اللي عندها اليوم. لا 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 هو بكل اللي عندها ولا تجهيزها وكم تيم 12 و11 دقيقة يوم جينا فبركة ولا تجهيزها حتى في التجهيز للشوط مو مثل شوط السيف مو مجهز له. الناقة هذه بعد زيدك منها انها راكضة ركض استثنائي في ما طافتها بكرة الموسى الا في الذرة صح راكضة ركض استثنائي وممر عليها من الكيلوين. نعم لكن بكرة السيف 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 مو مو بسيطة يبي له عوامل جوية يبي له مو بعادي ترى محمد العام 12 محمد بن مريك مرسل لي رسالة مسي بالخير يقول المجازف بعد فوز تمويل سألناه عن التوقيت هل يتوقع كسره ورد أن ما في شيء مستحيل. نعم لكن حامد بحكم تحليلك ورأيتك الفنية اليوم لو نشاهد التوقيتات الزمنية قعود جاب 11:50 للمرة الأولى في ميدان الشحانية، تمويل 11:47 تاريخ توقيت تاريخي يتسجل للمرة الأولى في ميدان الشحانية، اليوم حيل الجماعة وعليها يعني أشواط وقيود معينة في تعلق بالفحص جابوا 12 و11 هل تتوقع أن يتحطم التوقيت
في السيفين، سيف الشعب وسيف الشيوخ. شوف إذا تكلمنا عن سيف الشعب، توقيت بيكون أفضل عن توقيت مهرجان الأمير الوالد، مهرجان المؤسس أفضل. يمكن الأمير الوالد كانوا 16 أو 17، المؤسس الوالد كان 12 و7، أتوقع أنه يقربون على 12 اللي هو توقيت في سيف الجماعة اللي ما تنكسر. لا احتمال أكسلونه، ليش ما أتوقع ها؟ ما أتوقع أنه، لكن بالشوط سيف الشيوخ في نوعيات حلال مثل اللي ما شفناها نواية أمس بداية الشوط، ناقة مصنف يعني تأخذ الرمز، ناقة لها يوم من الأيام بتأخذ الرمز، يعني الناقة اللي راحت في مقدمة الشوط ناقة قوية، واللي جابت التوقيت هذا كبداية ير الشوط. يعني سالم غران أمس استنزف اللي هي أشواق لين يمكن الستة كيلو اللي هي إذا خلصت العود وده الحامد مرة ثانية عشان يتطيب. والله أنك منصح يا نعم. فالشوط فالتيم تيب الناقة اللي في بداية الشوط الناقة اللي دافعة والمؤسسة الثانية تحرق عليها. يعني تقصد إن الشغل اللي صار في شوط الثنايا مواجهة الناوية وحامية وأشواق كانت عامل في تسجيل التوقيت، لأن الناقة الناوية سريعة وحرق عليها سالب بن فران أشواق واستنزفت اشواق وخلاف لحق باللي هي بالواصله فالناقه صعبه اللي جرت في الشوط. وهذا الشغل ما نشوفه بعد. نعم. في نوعيات حلال يقوم في مقدمه في شوط مثل الياسه. نعم قويه وخطيره وتقوم وصعب انها بعد انها ممكن يعني تواصل اللي هي ناقه عند الرياسه العام اسمها روعه. شوف الرياسه عندهم شلون شكلها جود يقصد انا اقول في ناقتين خلينا نروح نسمع من ابو نوار. نعم ابو محمد، في مقترح ومطالبه من جماهير الهجن وهجنة لجنه ميدان التحدي دائما عودتنا وهي سباقه، رفعوا من ايام فحص الحيل للعام القادم واللجان الخليجيه ايضا عملوا حذوه فيهم ورفعوا ايضا مهرجان دبي. هناك مناشده وهذا الموضوع قد طرحناه العام برفع الفحص عن العشر المراكز اللي بعد الخمسمية شواط الرمود، إذا كان بالإمكان تفحص مثل المطلب العام. نعم وهم يعيدون للجنة مرة أخرى. تكلم فيه أخونا مبارك. تكلموا نعم فيه. نعم وفي آلية بعد. طالبنا فيها العام. طالبوا العام والآن بعد الجماعة يبون يوصل هذا المطلب واللجنة عودته. بيض الله وجهك. الغرامة لأن الغرامة على الخمس لوائل أنا مالي حظوظ إني أدخل في الجوائز. صحيح. فأنا إذا 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 جاء حظي المقترح ذا طرحناه قبل سنتين في البرنامج. صحيح. كررناه كم من مرة. صحيح. إذا دخلت أنا في الفحص عطني فحصي نتيجتي. علي غرامه اخذ علي غرامه ما علي غرامه توجه في اليه بعد في اليه دراسه محمد يفحصون العشر لكن الفحوصات اللي تشملها الغرامات الخمس لوائح هذا المطلب هو لكن في حال ظهر واحد هذا اللي انا اقولها الحين يرجعون على الفحص السادس عنده غرامه قدموه مو بسليم يظهرونه منشط يقدمون اللي وراه يغرمونه ولا ما يغرمونه المفروض يتدخل يدخل في الخمس لان المفروض انه يدخل الجوائز لان اذا ما غرموه بيحتج بيقول ليش ما اعطيتوني الخامس اعطيتوني اللي وراي هذه الاليه الصحيحه اي نعم هذا وجزاهم الله خير وهذا المطلب يبون يوصل صحيح. هم واصلين لهم اكيد لكن جماهير الراكض والمحبين وهم جزاهم الله خير بما انهم رفعوا عن السن الكبير بيض الله وجهك نرى الان لجنه دبي اعلنت ان الفحص على الكبار من هذا المهرجان رفعوه بعد صح وجزاهم الله خير ونامل من كل اللجان الخليجيه الهجن الكبيره اللي ما عليها بيع ومشترى يساعدون اهلها لانها مصرفها اكثر ابو محمد. نعم تفضل ابو زيد. احنا يمكن ظهرنا ابو من موضوع شوط السيف والنوعيات، النوعيات اللي عند هجن الرئاسه نوعيات عندهم عدد وعندهم نوعيه. بذكر لكم من النوعيات رعيه سيف البشاير ووصيفتها وصفتها شو اسمها يا ابو جزلة من الحلال القوي اللي يشوفه يهد ويهدي يهد يعني عندهم نوعيه صح ومنهن مذيار رعيت سيف ختام الوثبه هذه الناقه عندها نهايه سيف الوالي رعيت سيف الكويت لا مو بالكويت هو يقصد مذيار رعيت سيف العام انا اقصد مذيار انا قلت مذيار ما قلت الواري مبارك يقول رعيت سيف الكويت هو لازم يعد لما جات المجال يعد ما عنده مشكله انا اقول لك عندهم نوعيات لها اداء هل مذيار بتكون مثل ادائها في مهرجان ختام الوثبه اداء صعب صراحه وعندها نهايه فارقه جدا عندها الهجن الشحاليه عندهم نوف رهف رعيه ختامي الملك سلمان عندهم رابده رعيه افضل تيم في ولي العهد فيه نوعيه لكن انا اعتقد ان الرياسه عندهم اكثر نوعيه
من النوعية اللي موجودة في هجن الشحانية اللي الحين شفناها رعت سيف هجن البشائر وعلى ثرها ناقة مو بعادية، ناقة مو بسيطة من الحلال اللي تصنف. ويبعد نوعيات أنا بختم معاك أبو ذيب بسؤال، كم تعطي النسبة المئوية للرئاسة للشحانية للعاصفة؟ على كثر النوعيات والله يا ولد اني ما اقدر اجزم لك لين نشوف الكشف، لين نشوف الكشف ونعرف النوعيات اللي موجوده. شكرا لك ابو ذيب، شكرا لابن غراب، شكرا ابو نواف، شكرا فهد، شكرا حامد، شكرا حمد، شكرا مشاري، شكرا مبارك. شكرا لكم انتم ايضا مشاهدين الكرام على حسن وطيب المتابعه، ملتقاكم في يوم الغد، كونوا على الموعد دائما مع قناتكم قناه الريان الفضائيه، ومن فريق العمل اجمل تحيه نقدمها لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.